صباح الخير ومرحبا فيكم مشاهدي قناة الفجيرة في صباح يوم الجمعة المليء بالإيجابية والتفاؤل بأن القادم أجمل. رح ناخذكم معنا في رحلة ممتعة من خلال مواضيعنا المتنوعة اللي أكيد رح تلقي الضوء على جوانب مختلفة من حياتنا واللي تهمكم. أكيد بداية حلقتنا لليوم رح تكون بفقرة طبية واللي رح نحكي من خلالها عن تأثير الأجهزة الإلكترونية على صحة الأطفال مع ضيفنا عبر تطبيق زوم استشاري طب الأطفال الدكتور محمد الديسي. بعد هيك رح نحكي عن القدوة الحسنة وأهميتها لأجيال المستقبل مع ضيفنا الإعلامي والمستشار الأكاديمي أنس الحميري، وبعد هيك رح يكون معنا مديرة إقليمية للموارد البشرية فاتن كلوب واللي رح تحكي أكثر وتتوسع حول الصحة النفسية للمرأة العاملة. وفي ختام حلقتنا لليوم أكيد مع ضيفتنا المدربة مدربة الفن التشكيلي المبتكر شذا الربيعي، وحديث أيضا ممتع عن تجربتها وشغفها في الفن التشكيلي المبتكر. وأكيد مشاهدينا راح نقدم لكم آخر وأهم الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي. صباحكم خير. إن معظم الأطفال على اختلاف أعمارهم يمضون ساعات طويلة أمام الأجهزة الذكية، الأمر الذي يؤثر سلباً على الأطفال مسبباً أضرار صحية ونفسية أيضا، خاصة أولئك الذين ما زالوا في طور النمو. رح نحكي اليوم عن موضوع تأثير الأجهزة الذكية والإلكترونية على صحة الأطفال مع استشاري طب الأطفال الدكتور محمد الديسي. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. صباح الخير أخ دعاء، يا هلا فيك دكتور. أشكرك على هاي الاستضافة. أرجو أن تكون مفيدة للمشاهدين والمشاهدات، وصباح الخير للمشاهدين والمشاهدات جميعا. دكتور، يمكن نحن اليوم أمام تحدي كبير، وتحديدا الأطفال عم بيواجهوا يمكن هذه العولمة بطريقة مختلفة. أصبحنا اليوم معرضين نحن كبالغين للأجهزة الإلكترونية بكثرة، ولكن تأثيرها ربما يكون أشد وأخطر على الأطفال. بداية حابين نعرف منك يمكن ما هو سبب الإقبال الكبير من الأطفال على الأجهزة الإلكترونية؟ شكرا لك يا أخ دعاء على إثارة هذا الموضوع الهام الحقيقة، واللي يمس كل طفل وكل أب وكل أم في المجتمع. الحقيقة أنه الأطفال يجدوا في هذه الأجهزة المتعة والتسلية وبعض البرامج المثيرة للاهتمام، وكما أنهم يرون الأهل كمان يرونهم يستعملون هذه الأجهزة بشغف، والطفل بطبعه فضولي ويحب الاكتشاف، ولذلك ويهرب بذلك أيضا من جو البيت الذي يشعر به أحيانا أنه يعني ممل وفيه كثير من الأوامر والنواهي، فيجد في هذا الحقيقة متعة وخروج إلى جو وعالم افتراضي آخر يجد فيه المتعة واللذة. أكيد دكتور، نحن عم نشوف هذا الأمر بشكل يومي ومتكرر، ويمكن فاقدين السيطرة على وضع حدود للطفل واستخدامه للأجهزة اللوحية وأيضا يمكن التابلت وأيضا الهواتف الذكية. ولكن اليوم لما بنحكي عن أضرار استخدام الأجهزة الإلكترونية والأجهزة اللوحية للطفل، كيف ممكن يتأثر سلبا؟ اليوم نحن بنحكي دائما في أضرار، ولكن حابين اليوم نسلط الضوء على يمكن كيف يتأثر جسم الطفل اللي هو في طور النمو بسبب استخدامه المفرط لهذه الأجهزة. هو كما تفضلت أنه هذه الأجهزة لا غنى لأحد عنها الآن، ولا نستطيع أن ندفن رؤوسنا في الرمال ونقول نريد أن نهرب من هذه الأجهزة أو نبتعد عنها، لأنها يعني شيء لابد منه. صح. لكن الحقيقة في كل شيء له جانبين، جانب مفيد وجانب ضار. إذا تم الاستعمال ضمن ضوابط معينة وظروف معينة فإن قد نحصل على الفائدة المرجوة، ولكن إذا تم الإفراط في هذا الموضوع فإنه لا شك له كثير من الأضرار على معظم أجهزة الجسم، يعني ممكن النمو العقلي والبدني والنفسي وإلى آخره، وممكن أن نتطرق بالتفصيل على كل واحدة على حدة من هذه الأضرار.
هل من الممكن أن يتأثر الطفل بسبب استخدام الأجهزة اللوحية وتتأثر يمكن أساليب النوم عنده؟ لأنه نحن دائما نقول إحنا كبالغين أيضا نصاب بالأرق أحيانا بسبب كثرة استخدام هذه الأجهزة اللوحية وأيضا الهواتف الذكية. هل من الممكن أيضا أن يتأثر نوم الطفل واللي هو يمكن المرحلة المهمة جدا في يوم الطفل، لأنه خلال هذه المرحلة بيكون عم ينمو وأيضا يتطور، هل من الممكن أن تؤثر على جودة نوم الطفل وبالتالي تؤثر على مهاراته الوظيفية خلال اليوم التالي؟ بلا شك من أهم الأضرار الجانبية هي أن استعمال الأجهزة الهواتف والأجهزة الأخرى يؤدي إلى اضطراب في النوم، لأنه يؤثر على إفراز هرمون النمو الميلاتونين، وبالتالي لا يتمتع الطفل بنوم كامل وبنوم كافي، وتجده في اليوم التالي يشعر بالإرهاق والضعف والنعس وإلى آخره وعدم القدرة على التركيز. فالنوم من أهم الأشياء، ويجب على الأقل أن نحرص على الأقل أن يكون هناك ساعة بدون استخدام أجهزة قبل النوم. صحيح. اليوم أيضا يمكن بسبب عصر العولمة والتعليم الإلكتروني صرنا نلجأ لي يمكن خلينا نقول الهواتف الذكية أو حتى الأجهزة اللوحية والحواسب الآلية خلينا نقول كنمط للتعلم في المدارس، وهذا الأمر اللي صار كثير فيه تحدي للأهل الفصل ما بين التعلم الأكاديمي عبر هذه الأجهزة وأيضا قضاء وقت الفراغ. ولكن أيضا نحن بنحكي عن تأثر يمكن النمو العقلي للطفل بسبب هذه الأجهزة، في نفس الوقت نحن بنحكي أنه الطفل قاعد عم يتعلم من هذه الأجهزة أو من خلالها وعم يتواصل مع المعلمين وعم يحضر يمكن بعض الحصص المدرسية من خلال هذه الأجهزة. احكي لنا كيف من الممكن أن يؤثر على التطور العقلي والمهارات العقلية للطفل في الوقت اللي هو قاعد عم يحاول يتعلم في المدارس عن طريق هذه الأجهزة اللوحية؟ نعم أخ دعاء، في الحقيقة أولا خلينا نقسم الأطفال لفئات عمرية حسب النصائح بخصوص استعمال الأجهزة. الأطفال من دون السنتين من العمر لا ينصح باستعمال الأجهزة والهواتف الذكية إطلاقا، إلا في استثناء واحد، إذا كان الطفل يريد أن يعمل حوار فيديو شات مع أحد الوالدين أو الأقارب عن طريق الهاتف فهذا مسموح به. فيما بعد يعني بعد السنتين، بين السنتين والخمس سنوات يسمح باستعمال الأجهزة لمدة ساعة واحدة، وممكن من الخمس سنوات إلى 12 سنة ممكن ساعتين في اليوم. أيضا باستخدام الضوابط الضرورية مثل الجلوس الصحيح في الوضع السليم وترك مسافة كافية بين الجهاز وبين الطفل، وأيضا استعمال إذا كان يستعمل الحواسب كمان ممكن يستعمل نظارة خاصة لحماية العين من الإشعاعات وهو يميض الأجهزة. وأيضا كما قلنا يجب أن يترك جزء من الوقت للحواسيب والأجهزة الإلكترونية، ويكون هناك وقت كافي أيضا للطفل لممارسة النشاط البدني والرياضة والخروج خارج المنزل وأن يمتع نظره بالنظر إلى الخارج. هناك يعني الآن يقال أو ينصح بهذا القانون 20-20، أنه بعد استعمال 20 دقيقة للأجهزة يفضل أن ينقطع لمدة 20 ثانية الطفل وينظر إلى الخارج وإلى أشياء بعيدة حتى يريح نظره ويريح دماغه من التركيز في هذه الأجهزة. بالفعل دكتور محمد، نحن دائما حريصين انه نقنن من الساعات اللي بيستخدم فيها الطفل للاجهزه اللوحيه، ويمكن ما في شك على يمكن فكره الاضرار المتعلقه باستخدامه المفرط لهذه الاجهزه. ولكن اليوم ايضا في بعض الدراسات تشير الى انه كهربة دماغ الطفل تتاثر سلبا باستخدامه المفرط لهذه الاجهزه، كيف من الممكن ان تختل هذه الكهرباء في الدماغ وكيف من الممكن أن تؤثر سلبا على جودة حياته؟ هو الأجهزة الهواتف الذكية هي يعني محاطة بمجال كهرومغناطيسي، وهي تقوم بإشعاع موجات
كهرومغناطيسية إلى البيئة المحيطة، ويتأثر بها الشخص المستعمل. في البداية الحقيقة كانت هناك بعض النظريات التي تقول أنها قد تؤدي إلى أشياء خطيرة مثل مرض سرطان الدماغ، لكن بحمد الله هذا الكلام لم يثبت يعني، ونحن بعيدين عن هذا عن هذه المضاعفة بالذات. لكن صحيح. الاستعمال الكهرباء التي تدخل إلى الجسم تؤدي إلى سخونة في أنسجة الجسم، لأن هي طاقة حرارية في النهاية، وتؤدي إلى بعض الشعور بالتعب والإرهاق وقلة التركيز. وجدوا أنه الأطفال اللي يستعملوا الأجهزة الإلكترونية لمدة أكثر من 7 ساعات يومياً وجدوا في أدمغتهم ترقق في قشرة الدماغ، وكانت نتائجهم في اختبارات الذكاء والاستيعاب أقل من أقرانهم الذين يقل استعمالهم عن صحيح هذه الساعات. صحيح نعم. دكتور محمد، يمكن حكينا كثير عن الأضرار الجسدية وكيف يمكن أجهزة جسم الطفل تتأثر سلبا بالاستخدام المفرط، ولكن أيضا ذكرنا أنه الطفل قد يتأثر أيضا نفسيا. اليوم أثره مش فقط على أجهزة الجسم وأيضا تأثير نعم. عضوي، ولكن أيضا هنالك تأثير نفسي سلبي على الأطفال. كيف من الممكن أن يتضرر الطفل نفسيا من استخدامه لهذه الأجهزة؟ أخ دعاء، دعيني أستدرك نقطة أخرى فاتتني عن في موضوع الكهرباء. الأطفال الذين لديهم بعض الأمراض مثل مرض الصرع عافانا الله وإياكم، يعني ممكن نتيجة الاستعمال المفرط للأجهزة الإلكترونية أن تؤدي إلى نوبة تشنج أو نوبة صرع، لذلك يجب الحذر أو في عند هؤلاء الأطفال، أو الأطفال الذين عندهم بعض القابلية الوراثية للتشنجات، قد تحدث عندهم أيضا تشنجات بسبب الأشعة الكهرومغناطيسية. الآن بالنسبة للوضع النفسي، وهذا من أهم الأشياء الحقيقة في موضوع الأطفال، إنه وجدوا إنه الأطفال الذين المدمنين أو الذين يستعملون الأجهزة لساعات طويلة، أولا في أثناء التطور يصبح عندهم تأخر في النطق، لأنه كما تعلمين الاستماع لهذه البرامج في عن طريق الهاتف النقال أو عن طريق الشاشات الأخرى، فإنها تكون تواصل من طرف واحد، يعني هو يتلقى صحيح، ويستمع ما في ولا تواصل يتحدث فعال وحديث ولا يتحدث. صحيح فالطفل هذا خاصة إذا ترك لساعات طويلة مع العاملة في المنزلية، أو كانت الأم مشغولة وتريد أن تلهي الطفل، فإنه يبقى لساعات طويلة، ولذلك يحدث عند الطفل تأخر في في النطق النطق. صحيح وبالإضافة إلى أنه يبدأ بأن يعيش في عالمه الافتراضي داخل صحيح يميل الأجهزة، للعزلة أكثر ويميل إلى العزلة، ويميل إلى الانطواء، ويميل إلى قلة النشاط الاجتماعي والتفاعل الاجتماعي. لذلك نحن نوصي حتى في حال استخدام الأجهزة أن يكون مشاركة من قبل الأهل للطفل، إذا كان يشاهد بعض البرامج المفيدة أن نتواصل معه، ماذا تشاهد؟ ما هذه الشخصية؟ ما اسم هذا البطل؟ ما الذي يعجبك في هذه الشخصية؟ هل تفضل هذه أم تلك؟ إلى آخره، يعني نعمل بعض الحوار مع الطفل حتى يعني نجعله يتفاعل بشكل أو بآخر معنا، ولا يكون فقط يعني متلقي. صحيح فالتفاعل الإيجابي ضروري أن يكون من قبل الطرفين. أيضا في بعض الأطفال يصبح لديهم تشتت في الانتباه، ويصبح لديهم فرط حركة، ويصبح لديهم، وقد تصل الأمور إلى حالات من التوحد. الحقيقة كمشاهدات شخصية يعني أقول لك، إحنا من اللي بالعيادات يعني قبل، أنا لأني أعتبر نفسي يعني مارست الطب لفترة طويلة، ففي السنوات الأولى نقول ال10 سنوات الأولى من الممارسة لم نكن نلاحظ هذا العدد الكبير من المشاكل النفسية لدى الأطفال، سواء مشاكل نطق أو مشاكل فرط حركة أو مشاكل تشتت انتباه أو توحد مثل ما نشاهده في هذه في الأيام. هذه الأيام صحيح في الحقيقة هناك تسارع كبير في هذا الاتجاه، وهذا يعود إلى الاستعمال غير المضبوط لهذه الأجهزة، صحيح والتي يجب أن يحرص كل أب وكل أم منا على
أن ينتبه لهذا الموضوع قبل فوات الأوان حقيقة. صحيح، يمكن انتباه الأهل لهذه النقطة هو أمر جدا مهم، ومثل ما ذكرنا أنه يمكن الأهل بحاجة أيضا لمراقبة المحتوى اللي يتابعه الطفل عبر هذه الأجهزة. ولكن اليوم لما بنحكي عن التقنين لاستخدام الأجهزة اللوحية، شو هي يمكن أسهل الطرق أو بعض النصائح اللي ممكن أنت من خلالها تقدمها لمشاهدينا عبر تلفزيون الفجيرة وبرنامج صباح الخير يا وطن، ليبدأوا يمكن خلينا نقول يقللوا من استخدام أطفالهم لهذه الأجهزة؟ نحن بنعرف أنهم متعلقين فيها بشدة، وحرمانهم المفاجئ من هذه الأجهزة اللوحية قد يثير ردة فعل عكسية وعنيفة من قبل الأطفال. اليوم بدنا منك بعض النصائح، كيف نقدر نخلي أطفالنا بشكل تدريجي يقننوا من استخدامهم لهذه الأجهزة اللوحية؟ هل يجب علينا أخذهم في رحلات، إعادتهم ببعض الأنشطة، دمجهم اجتماعياً بشكل أكبر؟ شو هي الطرق اللي ممكن نقدر من خلالها نساعد الطفل أنه يتخلى عن الجلوس لساعات طويلة أمام هذه الأجهزة؟ كل ما تفضلت فيه صحيح أخت دعاء، يعني هو الحقيقة أولا احنا نقول الوقاية هي خير من العلاج. يعني احنا في البداية عندما نبدأ أن نعرف الطفل على هذه الأجهزة يجب أن يعني نعطيها ضمن الضوابط، زي ما قلنا قبل السنتين من العمر لا نعطيه الهواتف. وللأسف أنا ألاحظ عندنا في من مرضانا في العيادة المراجعين في العيادات عندما تسأل الأم كيف تطعمي أو تغذي طفلك أو تعطيه الوجبات تقول لك لا يأكل إلا إذا كان على الهاتف على المحمول الآيباد. صحيح، وعلى الآيباد، وهذا من الأخطاء الشائعة جدا والتي ننصح بتجنبها على الإطلاق. بالعكس الطفل عندما يجوع سيأكل سواء هناك هاتف أو لا يوجد هاتف. وأنا أقول للأمهات كيف كانت والدتك أنت تطعمك، لم يكن أيامك هاتف نقال ولا آيباد، فكيف كنت تتغذين؟ فلذلك يجب على الأمهات ترك هذا العذر وعدم عدم استعمال هذه الطريقة الحقيقة صحيح لتغذية الأطفال وتعويدهم عليها. الآن صحيح، كيف إذا الطفل أصبح متعود ونوع من الإدمان عليها، فلا بد من التدرج أولا في إبطاء هذا، في جعله يبتعد عن هذه العادة. التدرج كل يوم نقلل من الاستخدام شيئا فشيئا، ونعطيه ونقدم له بدائل كما تفضلتي، تعال يا بني لنقرأ قصة مع بعض، تعال أخبرك بموضوع، دعنا نذهب لزيارة بيت عمك أو بيت خالك أو بيت صديقك أو بيت كذا إلى آخره، دعنا نخرج إلى الحديقة، دعنا نلعب، دعنا نعطي الطفل بعض المتع، نشتري له بعض الألعاب التي فيها بعض تنمي الذكاء مثل التركيب، صحيح، تعال بازل، الليجو، نركب هذه اللعبة مع بعض، تعال نكتشفها، نحل هذا البازل مثلا أو اللعبة نكشف أسرارها مع بعض، تعال يعني ندرس مثلا بعض الآيات، نحفظ بعض القرآن، تعال نحفظ ندرس بالأحرف، ندرس كذا، يعني نحاول أن ننوع له حياته ونبدله بأشياء يعني تكون صحيح، بدائل معقولة للطفل حتى نجعله يترك هذا الأمر تدريجيا. واحنا زي ما قلنا لا نريد ان نحرمه لاننا لا نستطيع، يعني صحيح، الحرمان غير وارد. الفكره هي صحيح، فكره ضبط الاستعمال وترشيد الاستعمال قدر الامكان. صحيح، ولكن احيانا من الصعب جدا السيطره على اطفالنا، في حين انه في اطفال اخرين عم يستخدموا هذه الاجهزه اللوحيه بافراط وبدون ايضا مراقبه، ايضا هذا تحدي يواجه الاهل. واكيد انا دائما بقول انها مسؤوليه صعبه جدا تنشئه الاطفال في هذا العصر، في عصر العولمه اكيد. واكيد بحب اذكر انه كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. شكرا كثير لك، كنت معنا استشاري طب الاطفال الدكتور محمد الديسي، اهلا وسهلا فيك وصباح الخير مجددا. نعرف شكرا جزيلا لك وللاخوه المشاهدين والمشاهدات، تحياتي يا هلا للجميع. مشاهدينا مستمرين معكم بمشوارنا الصباحي ومواضيعنا المتنوعه، ولكن رح نتوقف لفاصل قصير ومن بعد راجعين.
عودة من بعد هذا الفاصل مشاهدينا، ونستكمل معكم فقرات برنامج صباح الخير يا وطن. لطالما كان الأم والأب قدوة لأبنائهم، والتربية السليمة والصحيحة واجب عليهم، لذلك لابد أن يكونوا مثالا يحتذى به بالأخلاق والقيم والمبادئ وأيضا السلوك. ومع كل مرحلة يكبر فيها الطفل يقابل أشخاصا قد يمثل له قدوة حسنة، كالمعلم الصديق وغيرهم من دائرة معارفه، مما يكون لهم دور في تنمية مجتمعاتهم. موضوعنا لليوم رح يحكي عن القدوة الحسنة لأجيال المستقبل. خلونا نرحب سوا بالإعلامي والمستشار الأكاديمي أنس الحميري. أهلا وسهلا فيك وصباح الخير. صباح النور والسرور من إمارة الفجيرة الجميلة، وشكرا لك مذيعتنا دعاء على هذا الترحيب. يا هلا فيك. بداية لما بنحكي عن القدوة الحسنة، نحن لليوم دائما بيكون عندنا رول موديل أو قدوة حسنة في حياتنا، وهو أيضا أمر مهم لتحفيزنا وأيضا لتعزيز السلوك الإيجابي. ولكن لما بنحكي عن الأطفال والنشأ، نحن بنحكي عن أنه وجود القدوة هو أمر جدا مهم وأيضا حساس في نفس الوقت. اليوم حابين نعرف منك يمكن ما مفهوم القدوة الحسنة خصيصا فيما يتعلق بالأطفال وأيضا السن الناشئ. مثل ما تفضلتي، القدوة الحسنة كل شخص لها قدوة حسنة، كان صغير أو كبير، كان ذكر أو أنثى، هو سلوك بشري لدى الجميع من آلاف السنين. لما نتكلم عن القدوة الحسنة، القدوة الحسنة هو شخص يتم بمصطلح اللغوي تقليده بكل شيء، كان بسلوكياته، كان بمظهره، بطريقة كلامه، حتى على طريقة تسريحة شعره وصلت لهذه المرحلة، حتى في سلوكياته السلبية أيضا وصل فيها تقليد. صح. لما نتكلم عن القدوة الحسنة بمصطلح حسنة، يعني شيء إيجابي يضيف إضافة إيجابية للإنسان، القدوة تبدأ من عمر صغير، من عمر ممكن أقل من سنة، من عمر الشهور الطفل يبدأ مرحلة الإدراك، يبدأ يقلد الناس المحيطين، وهم أكثر شيء العائلة من الأب والأم والأخوة والأخوات. فتأكيد لكلامك، القدوة هو الشخص الذي يتعلم منه الأشياء الإيجابية والسلوك اللي كان حيكون نهج حياته في المستقبل. صحيح، يمكن هذا الموضوع حساس جدا، لأنه احنا دائما بنقول انه الطفل مثل الاسفنجة يتشرب ويمتص كل ما هو حوله، وهذا الموضوع يمكن بذكرنا بأهمية إيجاد نماذج حسنة وطيبة في حياة الطفل في السنوات الأولى، واللي من خلالها بيقدر يستقي بعض، خلينا نقول، أو كل الصفات الإيجابية والحسنة وأيضا السلوك المهذب وأيضا الأفكار الجيدة. قد ايه مهم هذا الأمر انه نحيط أطفالنا بأشخاص ذوي سلوك حسن وأيضا تصرفات سوية. لو نرجع لما قبل الثورة الإعلامية والفضائية، كان سابقا القدوة الحسنة تكون في محيط الطفل من الأسرة، والده وجده وعمه داخل البيت، ثم العائلة الممتدة اللي هو الأجداد والجدات والأعمام والعمات وغيرهم من فئة الخال والخالة، أيضا المنطقة السكنية كانت مصدر تربية. صحيح. المسجد كان مصدر تربية، المدرسة كمؤسسة أكاديمية كانت مصدر تربية. صح. فكان المحيط بعيد عن التكنولوجيا، لكن لما الآن دخلنا عصر التكنولوجيا، وظن ضيفكم السابق الدكتور محمد ديسي أكد على هذا الجانب، وكان جدا يعني حريص على توصيل المعلومة بهذا الأمر، صار في فضاء لا محدود. صح. الأب ما له سيطرة على اللي يتابع ابنه، الأب مش كثر ما يضغط ويعلم ويتابع ابنه، لكن الابن يتجه إلى التواصل الاجتماعي ومحركات البحث، فيجد عالم آخر بلا قيود، بلا وجود رقابة. فالموضوع أهمية القدوة نعم مهم جدا، لأن أهمية القدوة هو شخصية الطفل وشخصية الفرد في المجتمع في المستقبل. صحيح. فنؤكد أن يا ولي أمر، كان أب أو أم أو أخوان كبار أو أخوات كبار، حتى الخال والعم، أن لازم أن يكون لك بصمة، يكون لك دور، أنت كشخص مؤثر في الأسرة، عندك صفات إيجابية، ابدي أثر في عيال الأسرة، الأطفال الموجودين، ويكون أنت أهم وأفضل قدوة لهم في بداية حياتهم، على الأقل أنت تحت عينهم. صح. مراقبهم وتحت المتابعة، ولك الدور والقدرة والسلطة على التأثير بشكل إيجابي. صحيح. اليوم يمكن ذكرت مثال هو فعلا قريب جدا للواقع. في القدم كان الأب والأم مسؤولين عن تربية الطفل ويكونوا قدوة حسنة لأطفالهم، كان أيضا يشارك الأم والأب في التربية الأهل. نعم. الأقارب، الجيران، كلهم كانوا مسؤولين عن تربية الطفل وتعزيز السلوك الإيجابي فيه، وأيضا كان الطفل محاسب في حال صدر عنه أو بدر عنه أي سلوك سلبي. ولكن اليوم نحن
خلينا نكون صريحين، السوشيال ميديا هي اللي عم بتربي عيالنا، نحن مو قادرين يمكن نلم بكمية المعلومات والأفكار اللي عم تنزرع بعقول أطفالنا، واللي فجأة وعلى حين غرة نشوف الطفل تصرف سلوك غير مرغوب، شاذ غير مقبول مجتمعيا، ويمكن مش عارفين مصدره. اليوم شو هو أفضل تصرف وأفضل يمكن ردة فعل للطفل لما يتصرف تصرف غير مقبول مجتمعيا أو حتى ينافي العادات والتقاليد والأخلاق؟ قبل ما أتطرق لموضوع شو أفضل طريقة، نرجع لموضوع التواصل الاجتماعي مثل ما تفضلتي. ما أقدر أمنع ابني أو بنتي من هذا المجال، اللي كنا عم نحكي عن هذا الموضوع حالا. إجباري إجباري كصارت وسيلة التعليم حاليا، أحد سلوكيات التعليمية هي وسائل التواصل الاجتماعي. أنت أول شيء تصادق ابنك وتصادقي بنتك وتكونين قريبة ببعض، لازم يربطكم شغف واحد، هواية واحدة. اقعد مع ابنك، شوف اهتماماته هواياته من الصغر، ابدأ شاركه هذا الاهتمام. فلما الولد يشوف أبوه يمارس كرة القدم أو يمارس هواية معينة هيعتبره هو القدوة له في هذا المجال. أيضا يبدء البحث عن شغف الطالب، لو الطالب أو الطفل له شغف في الفضاء، أجيب له نماذج مميزة في الفضاء، الرائد الإماراتي السلطان نيادي أو هزاع المنصوري، وأخليهم أمامه ويتعلم أكثر ويجيب له مصادر المعرفة كمقاطع فيديو أو سيديات أو مواقع تتحدث عن هذا الشخص، فيبدأ الطفل ينشأ على قدوة حسنة في نفس المجال اهتمامه. أيضا تأكيد لكلامك، لابد أن نوعي الطفل من الصغر أن هذا شيء خطأ وهذا صح. يقول لك ما يتعلمون، لا يتعلم، يقول لك التعليم بالصغر كالنقش على الحجر، ويقول لك الطفل ابن بيئته، البيئة اللي عاش فيها هذا هو مصدر معرفة. أطفالنا الآن في عمر 10 سنوات لو نرجع لثلاثين أربعين سنة يعتبرون علماء، كمية المعرفة اللي عندهم قبل 50 سنة ما كان عندهم المعلومة هذه، لأنه بضغطة زر مئات الإجابات لأي سؤال يدور في رأسه. فنؤكد أن كأب شارك ابنك في هواياته في شغفه، ولا مانع أنك تتابع وسيلة التواصل الاجتماعي. باختصار شديد، ما يمنع أنك تفتح حساب لابنك، ولكن ضع العمر الحقيقي في خانة العمر. ليش؟ هذه وسائل التواصل الاجتماعي مبنية على الذكاء وخوارزميات، لما يشوفون الطفل مواليد 2010 يعرفون أنه أقل من عمر معين، فما يظهر له محتوى معين. أما أب عمره في 40 وفتح حساب باسمه عطى لابنه، حيقرأ أنه فوق 40 فيظهر له كل شيء. صحيح، هذه خطأ يقع في الآباء. الشيء الثاني، في خاصية الحفاظ على المحتوى، حتى في بعض مصادر تواصل اجتماعي بدون ذكر أسماء فيها تقييد للأبناء، فيها تقييد للعمر وتقييد للمحتوى، وفي بدائل كثيرة. أؤكد على آخر نقطة، في برامج التحكم في وسائل التواصل الاجتماعي، بمعنى التابلت اللي عندك في برنامج أنا أضعه كولي أمر وأربط كل حسابات أبنائي في هذا الجهاز، مثلا الساعة 9 أو 8 وقت النوم بضغطة زر تختفي برامج الترفيهية تماما والتواصل الاجتماعي، تبقى البرامج التعليمية. إذا الطفل حاب يتسلى قبل ما ينام ببرامج تعليمي لين ما ينام مش خطأ. هذه الأشياء اللي يجب تعلمها الآباء والأمهات بشكل كبير. بالفعل، ولكن نرجع لسؤالي اللي هو كيف نتصرف في حال ظهر من أطفالنا سلوك غير أخلاقي أو ينافي عاداتنا وتقاليدنا والعرف المجتمعي اللي عايشين فيه. وللأمانة يمكن اليوم صادفني موقف، زميلة لإلي كانت عم تحكي عن موقف لبنتها ما بتعرف مصدره وينافي جدا عاداتنا وتقاليدنا، والبنت بعدها صغيرة للغاية. اليوم شو هي أفضل طريقة لنتصرف مع أطفالنا في حال بدر منهم تصرف دل على تعرضهم لمحتوى مسيء غير أخلاقي وحاولوا تقليده أمامنا؟ طبعا نؤكد أن جميع حياتنا لازم تكون مستمدة من تعاليم ديننا السمحة اللي هي يعتبر نهج حكومتنا الرشيدة. أيضا عاداتنا وتقاليدنا هي جزء لا يتجزأ من ديننا السمح. في سؤالك لما تقول طفل يصدر منه تصرف أو لفظ أو نوع من أنواع طريقة التعامل غير محبوب أو غير مستحب في الأسرة، أول شيء تقعد مع الطفل شو كان عمره، تقعد معاه بجلسة صراحة، سؤال أسئلة بشكل مش استجواب أكثر من هي حلقة نقاش. نقاش ممكن تخرج من الأسرة، تأخذ معاك في مكان خارج البيت، منطقة ترفيهية، الشيء اللي هو يحبه، مثلا يحب كرة القدم تروح تلعب معه، أثناء عملية اللعب
تبدأ تدخل معاه بنقاشات، ليش سويت الشيء فلاني؟ هو في فترة سعادة فممكن يتكلم ويفضفض أكثر. فأول شيء عملية الجلوس مع الابن، توفير الوقت المناسب والبيئة المناسبة والجو المناسب، وعملية ليس الاستجواب ولكن السؤال باستفسار معين، ثم التدرج بعرف من وين حصلت على هذه المعلومة، والتوضيح أن هذا السلوك خطأ، ديننا ما يسمح لنا، عدم تقاليدنا، أيضا نربطه بقدواتنا، مثلا شيوخنا الكرام ما يرضون بهذا التصرف لأنهم قدوتنا في هذا الأمر. فالطفل يبدي يتأثر ويبدي يفضفض بجميع التفاصيل. أول خطوة عدم العقاب، ما يكون العقاب جزء من التربية، العقاب ليس جزء من التربية، لكن التوجيه، لأنه كل ممنوع مرغوب. نعم، العقاب هو جزء من التهذيب، ننتقل إلى التهذيب وليس العقاب والترهيب. لما يكون في تهذيب أنك تحاسبه بطريقة لينة وفي المقابل تعطيه البديل وتعطيه الطريقة الأصح في التعامل في هذا الأمر. بالفعل يمكن تحدي كثير كبير عم بواجهه الأهل اليوم، نحن مسؤولين أمام الله طبعاً وأمام أطفالنا عن تربيتهم وتنشئتهم، ولكن إذا بدنا نحكي عن وجود القدوة بشكل عام سواء في حياة الأطفال ولا في يمكن أعمارنا، نعم، اليوم هل بالفعل وجود قدوة ربما يكون محفز لإعطاء الأفضل والتصرف بشكل أفضل؟ يعني دائماً كنت أسأل نفسي من هو قدوتي في الحياة وما وجدت إجابة صريحة لهذا الأمر. هل بالفعل وجود قدوة ممكن يخلي الشخص يظهر في أفضل حالاته ويعطي أكثر ما عنده ويكون أكثر إبداعاً وأكثر تفكراً وتعقلاً؟ بشكل طبعاً بكل تأكيد القدوة الحسنة هو مصدر إلهام لأي شخص كان صغير أو كبير. بمعنى أنت كإنسانة إعلامية أو في مجال الإعلام ومقدمة برامج، أكيد لك شخصية معينة يعني استلهمتي طريقة التقديم، طريقة الإلقاء، طريقة المحادثة والدخول. لابد، ليش؟ لأن أنت في بداياتك كنت متدربة أو طالبة، ثم تأهلتي للتدريب، ثم دخلتي إلى مجال الحقيقي. لكن في شخص أنت تتمنين أن تكون بمستوى التقديم، هذا شيء أكيد موجود في داخلك. نرجع للأبناء، مثلا شخص طفل يحب كرة القدم، لا بأس أن نجيب قدوة عالمية، لكن القدوة العالمية عاداته وتقاليده تختلف عن عاداتنا. أوكي، ممكن يقلده في طريقة اللعب، لكن بعض اللاعبين العالميين ممكن نقول بدون ذكر أسماء يتصرف تصرف معين في عاداته وتقاليده شيء عادي، بالنسبة لنا مرفوض تماماً. فنلاحظ أن يجب البحث عن عادات أو قدوات حسنة من بيئتنا الإماراتية، ثم الخليجية، ثم العربية، ثم الإسلامية. ما فوق ذلك يجب التركيز، نأخذ الشيء اللي يناسب ديننا وعاداتنا وتقاليدنا، وأيضاً قيم الأسرة. في كل أسرة هناك قيم، هناك معايير، هناك أشياء خاصة فيها تختلف من أسرة لأسرة بناء على التنشئة الداخلية. فيجب البحث عن قدوات مناسبة وعدم ترك المجال مفتوح، يجب المتابعة المستمرة مع الأبناء. صحيح، وجود القدوة هو ملهم نوعا ما، ولكن يمكن حسب وجهة نظري الخاصة بشوف أنه نحن اليوم قادرين على انتقاء الميزات من الأشخاص، ولكن عدم تقمص الشخصية بالطريقة الكاملة، لأنه رح ينتج عنه نسخة مشوهة. صحيح. اليوم أنا إذا قدوتي الشخص الفلاني وحاولت أكون هو، ما رح أكون بميزته، وإنما أخذ الجميل والمميز في الشخص الفلاني والشخص الفلاني لأصنع شخصية فريدة أتمتع خلينا نقول بفرادتها. ولكن خلينا نرجع لي الأطفال وموضوع القدوة الحسنة في حياتهم. اليوم نحن دائما منعزز أي سلوك إيجابي أو ننهي أي سلوك سلبي بيقوم فيه الطفل عن طريق التلقين، أو حتى يمكن زرع بعض الأفكار في عقول الأطفال عن طريق التلقين، ولكن هذه الطريقة يمكن مش أغلب الأحيان تأتي بالنتائج المرجوة. المفروض يكون في طرق أكثر فاعلية لحتى نقدر نعلم من خلالها الطفل بعض المبادئ الأساسية وأيضا تعزيز السلوك الإيجابي. شوية الطرق اللي ممكن أيضا نستخدمها لحتى نعزز فكرة معينة أو سلوك إيجابي معين من دون ما نلجأ للتلقين، اللي في أغلب الأحيان الأطفال بيعملوا بلوك وما بيسمعوا أي شيء منقوله، لأنه دائما نتحدث ونتكلم وننصح، ولكن بالنسبة لهم صحيح غير منطقي. نعم، أول شيء الأسرة في بدايتها كان الزوج الزوجة ما عندهم خبرة في الحياة، خبرة تربية الأبناء، يمكن عندهم خبرة في مجال حياتهم، مجال عملهم. فأول شيء تنشأة الأب والأم يكون نشأوا في بيئات حسنة، بيئات فيها قدوات حسنة. فالابن لما كان يشوف أبوه
يعامله بطريقة ما، لما يكبر يقلد نفس تصرف أبوه مع أخوانه ومعاه نفسه، حيسويه حتى في اللاوعي. نعم. فأول شيء دولتنا الحبيبة يمكن نسوي برامج تهيئة للمقبلين على الزواج، من ضمن تهيئة نفسية اجتماعية سلوكية، حتى في موضوع الجانب الديني تعاليم السمحة. فأول شيء ننشئ الأسرة اللي هم الأب والأم على النشأ على مبادئ السمحة. فالبرامج موجودة، المستشارين الاجتماعيين والنفسيين المعتمدين موجودين بأساليب التربية الحديثة. نعم. اللي بينادوا فيها مؤخرا. نعم. لا مانع أن الأب والأم لما يبدوا حياة مشوار زواجهم أنهم هم مقبلين على استقبال مولود يثقفون أنفسهم. الكتب موجودة، مصادر البحث في مواقع التواصل الاجتماعي أو تواصل الإنترنت المعتمدة الموثوقة موجودة، منصات الجهات الحكومية من هيئات من وزارات توفر معلومات كاملة كمراجع، كان صوتية كانت مرئية كانت مكتوبة. فلا بد أن الأب والأم يثقفوا أنفسهم قبل استقبال المولود الأول. طرق التربية قبل، خطين تحت قبل. نعم. مش نستنى الطفل يجي نبدأ نصارع نفس الطفل. الامتحان صحيح. الامتحان، أنت عندك امتحان، هل أنت بعد ما تستلم امتحان تذاكر؟ لا. أم تذاكر ما قبل ذلك وتهيئ أنفسك؟ الحضور المولود الأول هو امتحان لك كأب وأم، تنجحون أو ما تنجحون، هل تفشلون في تربيته أو لا، تسقطون بهذه، تسقطون في امتحان الأبوة ولا لا. فأول شيء الأب لا مانع أنك تثقف نفسك، تقعد أنت وزوجتك شريكة حياتك تثقفون أنفسكم وتناقشوا أنفسكم. ارجع إلى أصحاب الخبرة من المحيطين، مثلا يقول لك الاستشارة، عندكم الاستخارة، عندك مبادئ التعلم بالمشاهدة. أنا مثلا قاعد عندي مثلا أخ أكبر مني متزوج وعنده أيضا، ألاحظ أنك طريقة التعامل مع أبنائه عن طريق الملاحظة أتعلم. ففي عندك تعلم عن طريق التعلم المباشر بالاستماع أو بالقراءة أو بالملاحظة والمشاهدة. فأول خطوة تأكيد كلامك أن الأولياء الأمور يتعلمون طرق التربية الإيجابية والحسنة في ظل التطور الملحوظ حاليا. ما أقول لك أطبق نظام قبل 30 سنة، في أصبحوا أثياء الأطفال، بطل معهم، نأخذ الطرق القديمة بطريقة مبتكرة، نحدثها بما يتناسب. اللي نشأت به لما كنت أنت صغير عن طريق أجدادك وأهلك، طوره بما يتناسب بالعمر. صحيح. وتطلع بتركيبة جميلة تتناسب جميع الأعمار. أصلاً في هذا الوقت يمكن عدد كبير من الناشطين الاجتماعيين والمهتمين بشؤون الأسرة عم بينادوا بأساليب التربية الحديثة اللي هي أكثر فعالية من طرق التربية اللي يمكن نشأنا نحن عليها في عصر البساطة وعدم وجود التكنولوجيا. ولكن اليوم نحكي لا شك بأهمية وجود القدوة الحسنة كمرجع للطفل، سواء عن طريق الملاحظة أو حتى عن طريق يمكن القراءة والتعلم. ولكن اليوم أيضا وجود أصدقاء حوالين الطفل أيضا يستقي منهم بعض التصرفات. من الممكن جدا أنك تكون أنت يعني عم بتربي هذا الطفل على مبادئ إيجابية، أنت قدوة حسنة، زوجتك قدوة حسنة، ولكن يأتي بسلوك شاذ وغريب من المدرسة ومن أصدقائه. قد ايه مهم اليوم نحيط أطفالنا بأصدقاء هم على قدر من التربية والتهذيب، وأيضا خلينا نقول عم يعتمدوا سلوك إيجابي في تعاملهم بالفصل ومع زملائهم. في مثل أو في حكمة مأثورة، قل لي من تصاحب أقول لك من أنت. بمعنى أن المحيط اللي أنت تصاحبهم لفترات طويلة سوف تتعلم منهم جزء كبير جدا من جزء حياتك. الآباء والأمهات في هذه الفترة صعب أنهم يضيقوا الخناق على أبنائهم بمن تصاحب. سابقا يمكن جيلي وجيل المتابعين ما نقول جيلي الطيبين، كنا نعرف أنت تصاحب فلان وفلان 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 وفلان، نعرف أمه ونعرف صحيح. أبوه. صحيح، هم أولاد الحي. نعم. ومعرفة وأهل وأصدقاء. صحيح. فإحنا عارفين أصولهم. نعم، وين فلان؟ مع فلان، انتهينا. فالقصد أن سابقا كان في قدرة لأولياء الأمور أنهم يعني يعرفون من تصاحب أو يطمنوا مثل ما ذكرت. الآن لا، بيئة المدرسة بيئة مفتوحة، أساليب تعلم في المدرسة صارت أيضا مختلفة. ما أقدر أحكم على ابني صاحب فلان ولا تصاحب فلان، صعب جدا. مثل ما تفضلت في بداية لقائنا أن كل مرفوض أو كل منهي عنا مرغوب. فالقصد من ذلك أنك تبدي توعي ابنك أن هذا الطفل أو هذا الصديق أو هذا السلوك أنت من وين جبته، بطريقة بسيطة جدا، بعدم التخويف، نقول بطريقة استجواب رقيق جدا، واربط الاستجواب أو السؤال
وتوفير البيئة المناسبة أن الطفل يكون مرتاح نفسياً. قال لي والله التصرف الفلاني عرفت المدرسة. أوكي، منو في المدرسة؟ فلان. خلاص ما أقول له لا تكلم فلان، أروح أزور المدرسة وأقعد مع المرشد الأكاديمي أو المستشار الأكاديمي في المدرسة، أستفسر عن سلوك هذا. نعم، أقول ابني تعلم هذه الصفة وقال لي أن تعلمه من الطالب الفلاني. ليش؟ لازم أنا كأب أعلم ابني وأعلم الولد اللي صدر منه التصرف السلبي، لأنه في النهاية ونبه المعلم أيضا. نعم، أوجه المعلم أنه ينتبه على هذه السلوكيات، فيتم استدعاء ولي أمر الطالب اللي أصلا ممكن ما يعرف أن ابنه عند هذا السلوك إذا تعلم من طرف أخيه سلسلة. فأنت لما تروح للمصدر الحقيقي بالطريقة الصحيحة، صلحت ابنك، صلحت الابن اللي هو صديق ابنك والبيئة المحيطة، فتبدأ بشكل سلسلة انتشار إيجابي بين الجميع كشبكة. فنبدأ أن نتبع السلم خطوات بالتدريج، وليس نواجه المدرسة أن أنتم المدرسة اللي انتخب. المدرس عنده 30-20 طالب في الصف، صعب ما بيقدر يراقب هذا الموضوع. صح. بعض الأيام المدرس عنده عبء دراسي كبير، أيضا أحيانا ممكن تتم خلال الفسحة أماكن بعيدة عن نظر المعلمين والمراقبين. أيضا المنطقة السكنية صارت، سابقا كانت الجدران بجانب بعض، الآن نعرف المنطقة السكنية صارت ضخمة جدا والأسوار صارت عالية وبعيدة، فأنا ما أعرف جاري اللي بعد 3 بيوت منه هذا الشخص وشو بيئته، فأنا ما أقدر أأمن على ابني. فأنا أقول يا جماعة الخير، خاووا أو صادقوا أبنائكم، زوروا المدارس، كونوا قريبين من الكادر التعليمي في المدرسة، إيد واحدة ما تصفق. يجب معاونة الآباء والأمهات للكادر التعليمي اللي نوجههم تحية من هذا المنبر بقدوم العام الدراسي الجديد، ولهم مسؤولية كبيرة ومنعتمد عليهم اعتماد كبير في التعليم والتربية في نفس الوقت. صحيح، ولهيك وزارة التربية والتعليم تقويم السلوك للطالب هو أيضا جزء كبير من تنشئته ويمكن إعداده بشكل جيد للمستقبل. ولكن حكينا عن الأصدقاء، حكينا عن القدوة الحسنة في المنزل، ويمكن خلينا نقول الحي الذي يقطن فيه هذا الطفل، ولكن أيضا يمكن في حجر أساس مهم جدا اللي نتعلم منه أكاديميا، ولكن أيضا هو معلم روحي وأخلاقي، ألا وهو المعلم. قد ايه مهم وجود المعلم الصحيح ذو السلوك القويم، وأيضا خلينا نقول التعاليم الجيدة اللي ممكن أن يستقيها الطفل من المعلم. قد ايه مهم يكون المعلم قدوة حسنة لأبنائنا، خصوصا أنه عم يقضي وقت طويل جدا في المدرسة، وهذا المكان اللي هو يتعلم منه أكاديميا وأخلاقيا مثل ما قلنا التربية قبل التعليم. المعلم كان أب، يعني مش فقط أنه هو مدرس، في عندنا مدرس وعندنا معلم وعندنا مربي. المربي هو مدرس وأب وقدوة في نفس الوقت، يسمى المربي الفاضل. صح. يربي الأبناء على قيم. المعلم يدرس وفي نفس الوقت يهتم بمشاعر الطفل، شاف الطفل أو الطالب مريض يهتم في ذلك، يستفسر على حالته الصحية، حزن، كآبة، انخفاض مستوى تحصيلي للطالب التعليمي. فجأة يشوف الطالب مستوى التعليم انخفض بشكل كبير جدا، يبحث عن السبب. يمكن الطفل يمر في وعكة صحية أو يمر في ظروف نفسية اجتماعية. أما المدرس هو من يقوم بإلقاء الدرس ومغادرة الفصل. فنحن ورسالتنا للمعلمين والمربين، لكم دور لا يتجزأ في التنشئة، ولكن المعلم والمربي بدون معاونة الأهل والآباء ما يقدر يسوي شيء. الآن التعليم عندنا صار في جزء من مسؤولية على المعلم أنه يكون حريص على لما يبدي يقوم الطفل أو يهذب الطفل في جوانب محدودة. يمكن احنا نشأنا على نظام تعليمي شوية كان فيه تهذيب قوي جدا، ولكن نفع أكيد لا لفترتنا، يعني لجيلنا كان مناسب. صحيح. الزمان هذا صعب لأن الوضع تغير في التفكير. فرسالتنا لكل المعلمين، أنتم يعني من بعد رب العالمين والأسرة لكم فضل على جميع الأسر، أنتم سبب وجود الدكتور والمهندس والطبيب وأيضا المعلم نفسه. بدون المعلمين لا يوجد حضارة، لا يوجد حضارة نهائية. قم للمعلم وفي تبجيل. نعم. كاد المعلم أن يكون رسولاً. يمكن قد ما هو بالفعل له دور كبير وأثر كبير. نعم. على المحيطين فيه، تضرب فيه الأمثال، وأيضاً تقديراً لهذا الشخص اللي نستقي من خبراته ومن علمه وأيضاً من أخلاقه
وتهذيبه، ولكن حابين منك يمكن هيك نصيحة أخيرة للأهالي المربيين، ويمكن توكيد على أهمية وجود القدوة الحسنة منهم وفيهم، وعدم سماح لأطفالهم أنهم يأخذوا قدوة من مواقع التواصل الاجتماعي. هذه مشكلة أخرى أيضا بنواجهها. تسأل الطفل اليوم حابب مثل مين تكون أو مين قدوتك، بيختار لك شخصية موجودة على مواقع التواصل الاجتماعي، وربما تكون شخصية تافهة سطحية لا تحمل أي نوع من الشغف والطموح، أو حتى لا يشابه عاداتنا وتقاليدنا وفكرنا كعرب. أكيد، بما أن طلبت نقول النصائح الذهبية لكل أب وأم، أول شيء كن قريب من أسرتك. يعني المفروض الأب أن يكون متواجد في جميع مراحل تنشئة الأبناء، مو بتختفي لأول 5 سنوات ما لك دور، بعد 5 سنوات تقول لا أبا أقيم ولدي. أعطيش مثال، في بعض العادات والتقاليد عندنا، في عاداتنا وتقاليدنا الأصيلة مرتبطة بعمر. أنا ما أقدر طفل أقل من 5 سنوات أعلمه الشدة والحزم، وأنه يروح يضيف مجلس كامل ويمسك دلة القهوة والساخنة والحارة والثقيلة. لكل عمر له سلم من التعلم، قدرات. هذه واحد، بنت صغيرة أعلمها الطبخ وهي أقل من 5 سنوات؟ لا، لها عمر معين من الإدراك والقدرات. أول شيء كن قريب من أولادك من السنة الأولى أو من أقل من السنة الأولى من عمرهم، هذه واحد. 2، شارك في التربية كان أب أو أم، ولا تترك هذا الواجب اللي عليك بشكل كبير. 3، كن قدوة الأولى لابنك، كن قدوة حسنة لابنك. أن في بعض الآباء عندهم سلوكيات معينة يقومون بها، أمام ابنك لا تقوم بهذه السلوكيات. من سبيل أحسن مثال التدخين اللي هو مضر بالصحة بدون أي نقاش. آباء مدخنين يدخن أمام أبنائه، الابن يعرف أن أبوه قدوة حسنة وهو القدوة البطل في حياته، فيقول إذا أبوي يقوم بهذا الفعل أكيد هذا الشيء ما يضر، لأن أبوي ما يضرني، ما يقوم بشيء خاطئ، فيعرف أن هذا العمل هو التدخين هو جزء أبوي يسويه فيقلده. هذه واحد. 2، الأم مثلاً تعامل أب بينهره إذا في المستقبل يقول كيف دخل. أنت تقوم بهذا الشيء وتمنعني من عنده. فأول شيء أنتوا كأباء، أنتوا أول شيء القدوة الأولى، قم بأشياء. إذا تقوم بسلوكيات سلبية افعلها خارج المنزل بعيد عن أبنائك. أيضا ما بين الأم والأب في نقاشات حادة ونقاشات قوية لا تكون أمام الأبناء، أمام الأطفال، لأن البنت حتتعلم مستقبلا حتعامل زوجها المستقبلي من مكان أمها تعامل أبوها، والعكس صحيح بالنسبة للأبناء لزوجاتهم. الشيء الثالث، كن قريب من ابنك في المرحلة الدراسية في المدرسة، كن شريك فيه، شريك يدا بيد مع المسيرة التعليمية لتنشئة ابنك. كن قريب من المنطقة السكنية وتعرف على أصدقائه وتعرف على آباء أصدقاء ابنك، يكون في تواصل مجتمعي. ما لابد أنه ممكن نسوي وسيلة تواصل اجتماعي كجروب، يبدون الأبناء في المنطقة السكنية يتحاورون الآباء عن مستقبل عيالهم. أيضا زرع القدوات الحسنة الإيجابية كانوا رياضية أو اجتماعية أو سلوكية أو فكرية، وتابع أول بأول الموضوع هذا. لا تمنع ابنك من شيء يحصلها عند الآخرين، بمعنى الولد تمنعه من شيء وابن عمه عنده هذا الشيء بنفس العمر، يقول ليش ابن عمي بنفس العمر عنده هذا الشيء وأنا ممنوع عليه. وفر لك الإمكانيات، ولكن صح، برقابة، ليست رقابة لصيقة، رقابة من بعيد ولكن رقابة متابعة. نختم آخر نصيحة، اتقوا الله في أولادكم وخلوا في بالكم أن هذا الابن هو جزء لا يتجزأ من اسمك ونجاحك ونجاح الوطن. أنت قاعد تبني وتساعد على فرد من أفراد الوطن يقوم له دور كبير جدا في رفع الاسم والعلم والهوية الوطنية بشكل كبير، واتمنى لهم التوفيق يا رب. إن شاء الله عليك أستاذ أنس، يعني كفيت ووفيت بهذه النصائح الذهبية، ولكن رح أزيد يمكن نقطة مهمة، وهو أنه إحنا بحاجة لنسأل أنفسنا، هل أنا كأم أو كأب قدوة حسنة لأطفالي؟ هل أنا اليوم يوماً ما إذا كبر طفلي وأصبح على شاكلتي هل سأكون فخور فيه؟ ومن هون بيبدأ التغيير منا نحن كأهل لحتى نقدر نكون مرآة جيدة لأطفالنا في المستقبل. شكراً كثير لك، كنت معنا الإعلامي والمستشار الأكاديمي أنس الحميري، شكراً جزيلاً لك، نورتنا، وشكراً مجدداً على هذه النصائح الذهبية والموضوع الشيق. شكر لكم ولقناتكم الوطنية المتميزة والكادر المتميز أيضاً، وشكر لجلسة الدعاء، كان لقاء جميل. وأنا أشكر قناة الفجيرة اللي تلامس القلب بمواضيع تلامس المجتمع والفرد، وأكون شريك أساسي في تنشئة حسنة بإذن الرحمن. هذه شهادة نعتز فيها أكيد. شكرا لك مجددا، نورتنا، وصباح الخير مجددا. صباح الورد يا مرحبا. ليس من المستحيل على المدينة التي أقامت أطول برج في العالم، ألا هو برج خليفة،
وأكبر جزيرة، جزيرة النخلة، أن تقوم بتنفيذ أكبر أرخبيل الجزر سياحي قبالة سواحلها، ألا وهو منتجع قلب أوروبا. للمزيد من التفاصيل مشاهدينا حول هذا المشروع الضخم، خلينا نتابع. ست جزر تشكل جزيرة صناعية أرخبيلية تعد من الأكثر الوجهة ترفا وجذبا بالعالم، حيث القصور الفخمة والمنتجعات السياحية والفلل تقع على بعد 4 كيلومترات فقط من البر الرئيسي في دبي. إنه مشروع جزيرة قلب أوروبا، وهي عبارة عن جزر صناعية على شكل خريطة العالم، جزر من الممكن رؤيتها من الفضاء تحت زرقة سماء دبي ووسط المياه الصافية. تجد بيوتاً عائمة يطلق عليها اسم أفراس البحر، يتكون كل منزل منها من 3 طوابق ممتدة على مساحة 4000 قدم مربع، ويقع طابقه السفلي تحت سطح الماء. بلغت قيمة هذا المشروع حوالي 5 مليار دولار، ومخصص للضيافة الرئيسية، ويقدم أفضل التصميمات العالمية المازجة بين الحداثة والتراث وكرم الضيافة الأوروبية وسط أجواء طبيعية. وما يميز قلب أوروبا هو قدرة هذا المجتمع على تقديم بيئة مستدامة وفريدة من نوعها لا يمكن العثور عليها في أي مكان آخر في العالم، فتقدم هذه التجربة الفاخرة الفريدة من نوعها مجموعة متنوعة بدءا من القصور الفارهة إلى الأجنحة الفندقية المرنة. كما وأنه أول منتجع في العالم بمناخ متحكم به، والذي يضم ثلوجا على مدار العام بفضل تكنولوجيا ألمانية، ولا ينسى عصر الاستدامة البيئية فهي أساسية في الجزيرة الصناعية، فالكهرباء والمياه على الجزيرة هي من الطاقة الشمسية المتجددة. ووفق الخبراء والمصممين، فإن هذا المشروع بمثابة ابتكار مستدام يخلق وجهة تتميز بقدرتها على الإدهاش، ويعد الوجهة الأكثر ترفاً لقضاء العطلات. تواجه معظم النساء العاملات بعض الصعوبات والتحديات في التوفيق ما بين العمل والمنزل وأيضا مسؤولية الأطفال، الأمر الذي قد يؤثر سلبا على صحتهم النفسية في بعض الأحيان، وذلك بسبب طبعا كثرة المهام والمسؤوليات الملقاة على عاتقهن كنساء. مشاهدينا رح نحكي اليوم عن المرأة العاملة والصحة النفسية أيضا لها ولأطفالها مع ضيفتنا المديرة الإقليمية للموارد البشرية في الشرق الأوسط فاتن كلوب. أهلا وسهلا فيكي وصباح الخير يا فاتن. صباح الورد، أهلا وسهلا فيكي. بداية نحن اليوم عم نحكي عن الامرأة اللي هي عم بتحاول تكون الامرأة الحديدية، إنها تحصل على أعلى المناصب في المجتمع، وأيضا تكون أم جيدة لأطفالها، وأيضا تكون زوجة وشريكة جيدة للشخص المرتبط فيه. اليوم شو هي يمكن خلينا نقول مسببات الضغوطات النفسية للمرأة العاملة بالتحديد؟ هلأ بكل تأكيد وما في شك أنه موضوع المرأة العاملة شهد تحولات وتطورات في المجتمعات العربية في بعض الدول، يعني هي بتلقى الدعم من تمكين المرأة ومن نزولها في سوق العمل. هلأ إحنا في السابق كنا نشوف المرأة فقط يعني هي راعية في منزلها، ربة منزل، هذا هو كان كل دورها، ولكن في الوقت الحالي صرنا نشوف المرأة في شتى ميادين العمل، وهذا الشيء سبب عندها ازدواجية في الأدوار. هلأ هي في البداية كان عندها أنه أنا خلص راعية منزل، بهتم ببيتي، بهتم بزوجي، بهتم بشريك حياتي، مسؤولية واحدة، هي مسؤولية واحدة بالضبط. هلأ صار الموضوع بطل أحادي المسؤولية، صار في ازدواجية في الأدوار، فسبب عندها ضغوطات نفسية، وأدت أنه هي تواجه هاي الضغوطات أكيد مع بعض الضغط النفسي على نفسيتها أكيد. طب اليوم نحكي عن التحديات اللي بتواجهها المرأة العاملة، لنبسط الصورة ونكون قريبين من الواقع. اليوم المجتمع بيحاسبها إذا لم تكن أم جيدة ومتوافرة لأطفالها على الصعيد النفسي وأيضا الجسدي، أيضا المجتمع يطلب منها أن تكون أنثى بكامل أناقتها وجمالها وشبابها ونضارة بشرتها، في نفس الوقت أيضا يطلب منها ويتحداها
بسبب قدراتها في العمل وفي ميادين العمل. اليوم هي ضايعة، وتحديدا يمكن من خلال مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيعطينا أحيانا صورة زائفة عن المرأة الحديدية اللي هي قادرة على أن تكون أم جيدة، امرأة جميلة، وأيضا ناجحة في مجال عملها وحققت ذاتها. شو يمكن، خلينا نحكي أكثر عن هذا الموضوع، شو هي التحديات اللي بالفعل المرأة عم بتخوضها في عصرنا الحالي؟ هلأ هي زي ما تفضلتي وحكيتي، هي تحديات بالنسبة لها، زي ما سبق وتطرقنا وحكينا أنه هي ازدواجية بالأدوار. بالوقت الحالي هي بنفسها من داخلها لازم يكون عندها ترتيب في أولوياتها. هلأ أنا أصبح وقتي مش كله ملكي، وقتي تقسم أكثر من قبل. هلأ كان كل وقتي في منزلي، ولكن في الوقت الحالي هلأ أنا امرأة أعمل خارج المنزل ولازم ألبي احتياجات أسرتي، وبنفس الوقت أشوف شريك حياتي شو محتاج مني. فهي عبارة عن ترتيب أولويات، وإذا احتاجت للدعم يجب أن تطلب الدعم. ما بصير أنك تكوني أنت تحت ضغط نفسي تواجهي هاي الأمور كلها لحالك. فهي بالنهاية أنت لازم يكون عندك طلب، أنا محتاجة مساعدة يا جماعة من مجتمعي الخارجي، من رئيسي في العمل، من زملائي. مش غلط ومش عيب، مش غلط ومش عيب أبدا، يعني إنك تطلب المساعدة بداية من شريك حياتك، ثانيا من أولادك اللي حواليك. يعني ممكن تعلميهم كمان كيف يصير عندهم اعتماد على نفسهم، واتكالية، مش كل الاتكالية على الأم بالنهاية. يعني هي إلها كمان حياة خاصة فيها، وبتحب إنه يكون إلها كارير أو مسار وظيفي إنها تطبق أو الأمور اللي بتتمناها وبتحلم فيها بحياتها إنها تكمل. صحيح. يعني يمكن من الصعب جدا إنك تكوني بارعة ويمكن حاصلة على التقدير في جميع الشخصيات اللي بتلعبيهم خلال اليوم بالضبط. ولكن ذكرت ونوهت على مواقع التواصل الاجتماعي اللي أحيانا ترسم صورة زائفة للمرأة. صحيح. اليوم أين دور مواقع التواصل الاجتماعي ودوره في تكوين هذا الصراع النفسي لدى المرأة العاملة؟ هلا السوشيال ميديا، او خلينا نقول يعني التواصل الاجتماعي زي ما ذكرتي وتفضلتي، دائما بتعكس الصورة المثالية. اذا ظلت المرأة العاملة تبحث عن المثالية، هذا هو السبب الرئيسي إلى التعاسة وإلى زيادة الضغوطات النفسية، واللي هلأ راح نتطرق لها، يعني اللي هي الأمور اللي راح تتعرض لها خلينا نقول لقدام شوي، إذا خلص تركت نفسها لمواقع التواصل الاجتماعي وانجرت لمواقع التواصل الاجتماعي والمثالية، وأنا لازم أكون أم مثالية ولازم أكون توب في عملي ولازم ولازم ولازم. الوسطية في الأمور دائما هي الحل، أنا برأيي الشخصي يعني هيك، وعن تجربة أكيد. طب إذا ما نحكي عن مثل ما ذكرتي قبل شوي تبعات هذا الموضوع، كيف من الممكن بالفعل تتأثر صحة المرأة النفسية بسبب هذا الصراع الدامي ما بين تحقيق الذات والأمومة وأيضا الجمال والصورة النمطية اللي رسمها المجتمع للمرأة لحتى تكون جميلة وتحترم في مجتمعها؟ صحيح. هلأ زي ما تفضلتي وحكيتي، المرأة إذا تركت حالها لمواقع التواصل الاجتماعي رح تنجر، وخلص بعد ما تنجري رح يصير في عندك أمور بتأثر على صحتك النفسية، وبالتالي بتأثر على أعضائك من الداخل، وبتسبب لك أمراض عضوية أخرى. أنا مش طبيبة أو مش متخصصة في الصحة النفسية، ولكن من ضمن الأمور اللي ممكن الإمرأة تتعرض لها بحياتها بسبب الاكتئاب النفسي أو الصحة النفسية السيئة، تدخل في حالات اكتئاب، تدخل في حالات قلق، تدخل في حالات أرق. خلص بتبطل عندها إنها قدرة إنها تنام مثلا بشكل طبيعي، ببطل عندها قدرة إنها تعطي الشيء الأقصى، خلينا نقول لما تدخل في مجالها العملي بتكون مش هي نفسها يعني على طبيعتها في عملها أو على المستوى الأعلى من الإنتاجية. فخلص بتصفي أنت نفسك، بتوصلي مرحلة من المراحل بتخسري صحتك النفسية، بتخسري صحتك الجسدية، وتخسري أيضا أسرتك، وبتخسري ممكن كمان علاقاتك الاجتماعية، بتصير تفضلي العزلة. خلص أنا ما بفضل ألاقي ناس مثلا أطلع معاهم، أحاورهم، أشوف ممكن في غيري في المجتمع كمان بيعاني. صحيح. من نفس ممكن المشكلة، نستفيد من خبرات بعض. أكيد. أيضا بيستفيد الواحد من خبرات بعض. هذه هي الحالة اللي ممكن توصل لها المرأة في حال لم تلقى الدعم اللازم من مجتمعها ومن أسرتها ومن رؤسائها في العمل. صحيح. نحن دائما قادرين على تحقيق المستحيل، ولكن بحاجة أكيد للدعم من الأسرة وأيضا الدائرة المحيطة. ولكن إذا نحكي عن بيئة العمل اللي ربما في بعض الأحيان تكون سمية ومؤرقة ومتعبة للأم العاملة، كيف من الممكن نقدر نتغلب على مكان العمل المزعج اللي ربما في أغلب الأحيان بيكون هو السبب
كآبة هذه المرأة وصراعها النفسي واللي لا إراديا تحمله معها إلى المنزل. صحيح. ويشعر فيه الزوج ويشعر فيه أيضا الأطفال والأبناء. هلا هون بيلعب دور رئيسي وأساسي إدارة الموارد البشرية في المؤسسة أو في المنظمة اللي هي بتعمل فيها. من حكم خبراتي في المجال هذا لسنوات طويلة، أكثر شيء كنا ندعمه ولحد الآن وما زلنا ندعمه هي تمكين المرأة وبث الثقة النفسية في نفسها، يعني نعطيها فرص أكثر. يصير مثلا في عندنا هدف أنه مجلس إدارة الشركات لازم يكون مقسم إلى 50% نساء 50% رجال، يكون إلها كلمة، يكون إلها رأي، تعطي آراء، تعطي قرارات، تدخل في كتير مثلا أمور إلها علاقة في الابتكارات بالشركة، ندخلها ونشركها في دورات تدريبية، جلسات توعوية، جلسات استشارية، جلسات استماع لإلها ولمشاكلها. صحيح. للتفريغ النفسي اللي ممكن هي تحتاج أكيد لإله. ولكن من الجميل جدا أنه تكون مدركة المرأة أنه هي عم بتصارع أو بتعاني أكيد. نفسيا وتعترف بأنه هي امرأة ليست حديدية، أنه هي كائن بشري طبيعي قد يعاني من الضغوطات النفسية ومن يمكن تداخل المسؤوليات ويمكن ثقل هذا العبء. ولكن يمكن شو هي العلامات أو الأعراض التي قد تظهر على بعض السيدات قد تدل أنه هو هاي السيدة ربما تعاني من صراع نفسي وضغوطات نفسية واللي هي في أغلب الوقت تنكرها وأيضا غير مستمعة لجسدها ولأفكارها بشكل جيد؟ أول شيء زي ما حكينا وتطرقنا بالأسئلة السابقة ممكن يصير عندها خلص عزلة، أنا بفضل أني مثلا ما أطلع من بيتي، خلص أكون مركزة فقط في عملي وفي أسرتي وفي بيتي وفقط لا غير، تفقد كل علاقاتها الاجتماعية، بتبطل هي كهي كشخص، يعني بتفقد الروح الحلوة، بتفقد النشاط بسبب طبعا الأمور النفسية المتراكمة داخلها اللي هي أصلا بترفض أنها تعترف فيها. زي ما تطرقتي بالبداية بتفقد جماليتها، خلص يعني بصير الواحد يشوفها مش هي، تذبل وبتضلها خلص ماشي في مسار خاطئ إذا فينا نسميه بهاي الطريقة. فأنا بالنسبة لإلي اعترفي وقولي أني أنا مثلا تحت ضغط، اطلبي المساعدة، احكي أني أنا مثلا مش قادرة، خلص كل إنسان له طاقة معينة في الحياة، فمش خطأ أني أطلب المساعدة من أهل بيتي أو من رؤسائي في العمل. وأكيد هي معنا سباق، يعني أنت دائما قادرة على أنك تقسيم الأولويات. صح. على كل سنة من سنوات الحياة، يعني أنا اليوم أنجب طفل فأنا قادرة على إيهابه يمكن أول 15 سنوات. صح. أكون بجانبه ما بعد تنشئته ويمكن الإطمئنان على أنه هو أصبح شخص معتمد على نفسه، فيني أرجع أشوف الكارير الخاص. صحيح. فيني وإثبات ذاتي. طبعا يمكن مع تقسيم المهام ما بين الزوج والزوجة أكيد الأمور تصبح أكثر سهولة. ولكن اليوم كمان خلينا نحكي كيف من الممكن أنه أنا أدير هذا الضغط في حال أنا تعرضت له، في حال ما كان في شخص داعم في حياتي. اليوم أيضا في نساء خلينا نقول عاملات، أمهات، ايضا المجتمع عم يضغط عليهم ولكنهم ايضا مطلقات، عم بيحاولوا انهم يجدوا الافضل لاطفالهم بشكل كامل وايضا بشكل منفرد. اليوم صحيح. كيف من الممكن انه احنا نساعد النساء اللي عم بيعانوا لوحدهم وما عندهم حدا يدعمهم؟ كيف ممكن ندير الضغط اللي بتعرضوا له؟ هلا اول مساعده هي ممكن تلاقيها، خلينا نقسمها على مستويات، المستوى الاول من اولادها. لازم يقدروا انه هي في وضع غير طبيعي، مش زي أي امرأة لها داعم، لها شريك في الحياة، وزي ما تفضلتي وحكيتي يتقسم المهام بينهم، وهو كمان يكون إنسان مرن ومتفهم لاحتياجاتها النفسية والعملية والضغط اللي هي معرضة له. صحيح. في بعض الحالات زي ما ذكرتي ما بيكون فيها الداعم، الشخص هذا مش موجود في حياتها، إذا لازم تبحث عن بديل. يعني خلص بصفي إنه ما عندها فرصة غير إنها تبحث عن بدائل. أول بديل أولادها، ثاني بديل الأهل، ثالث بديل الأصدقاء اللي حواليها، وكمان من البدائل الأخرى نفس الحالات اللي بالمجتمع مشابهة لإلها. فهي لو تخرط نفسها في مجتمعات مشابهة لإلها بصير في دعم، بصير في تفريغ نفسي. صحيح. بتطلع اللي داخلها، بتاخذ آراء غيرها، ممكن هي تكون تعمل شيء بطريقة خاطئة، حدا. صحيح. يوجهها. أقول لك ممكن تروح على دكاترة نفسيين،
هذا امر مش خاطئ يعني، لا ولكن للاسف في مجتمعاتنا العربيه هذا الموضوع في وصمه في زاويه تتعلق بالصحه النفسيه، انه ممنوع تعترفي اني انا تحت ضغط نفسي واحتاج للمساعده. اخر دعم واللي هو اعلى مستوى رؤسائك في العمل، زملائك في العمل، هذول كمان لازم يتفهموا طبيعه حالتك، وبنفس الوقت انت كمان تكوني امراه قويه قادرة انك تقاومي اذا في زي ما تفضلتي وحكيتي مثلا في العمل ممكن تكون البيئه سميه، ممكن رؤسائها بالعمل بيضغطوا عليها اكثر ليفشلوها ويخلوها خلص انه تستسلم. أيوة وتعترف بضعفها. فهي بالنهايه المراه بتختلف من شخصيه الى اخرى، لازم تقوي نفسها بنفسها من خلال المحيطين فيها، وهي داخليا يكون عندها القرار اني انا ما راح استسلم، وهذه مهمة ورسالة بالحياة لازم أديها، وعندي طموحاتي اللي أنا بحب أوصل لها بالأخير. صحيح. اليوم أيضا نحن نحكي دائما وأبدا أنه أم سعيدة يعني أسرة سعيدة أكيد. وأطفال سعيدين وصحيين وسليمين أيضا نفسيا أكيد. اليوم الأم أحيانا تنسى نفسها في وسط وفي خضام يمكن كثرة المسؤوليات والأولويات في حياتها، والمحاولة بين التوفيق بين العمل والأسرة والزوج والعلاقات الاجتماعية، وبتنسى نفسها بشكل كلي، وبتنسى أنه هي أيضا امرأة بحاجة لوقت خاص لنفسها، وبحاجة أيضا أنها تمارس بعض الهوايات الخاصة فيها، ويمكن الحصول على وقت فراغ لنفسها لحتى ما تبعد عن روحها. هذا الأمر قديه مهم وقديه من بالفعل ممكن يساعد المرأة على استجمع قواها من جديد جداً. وأيضا الإعطاء المزيد. اليوم هي مثل تنك لازم تعبي لحتى صح. تعطي وتفرغ. إذا كانت فارغة ومستنزفة صح. فمن أين لها أن تعطي أطفالها زوجها أو حتى وظيفتها في مسيرة تحقيق ذاتها؟ صحيح. أشكرك جدا على هذا السؤال. المرأة بوقتنا الحالي الحمد لله أنه صار في كمان دعم، إذا بدك تقارني في العقود السابقة زي ما تفضلنا وحكينا بالبداية كان هي دورها أحادي، هلأ بهذا الوقت في دعم كمان من الحكومات ومن الدول لتمكين المرأة، لأنه كل ما إذا دخلنا في نسب الدول اللي فيها نسبة المرأة العاملة مرتفعة، هذا المجتمع بيكون فيه تطور في الاقتصاد الذكي، كمان عندهم بيكون في تنميه مستدامه. فالمراه في هذا الوقت او في هذا المستوى لازم تخلي وقت خاص لإلها هي فقط، لا غير، لا اولاد، لا زوج، لا اصحاب، لا اهل، اذا فينا نقولها بطريقه انا وفقط، يعني انا مع نفسي، امارس رياضه، اعمل لنفسي جدول اكل صحي، اسافر مع مجموعه اصدقاء او مع نفسي، استكشف نفسي، ممكن يكون في امور في داخلي انا ما بعرفها عن حالي، ما حان الوقت اني اكتشفها. اذا ما اعطيت نفسي الوقت لاكتشفها فكيف من الممكن ان اكتشف هاي المكنونات؟ فلازم تخصصي وقت خاص فيكي انت فقط، تمارين استرخاء مع نفسك، تامل في الطبيعه، تعبد، كل واحد حسب ديانته، ولكن بالنهايه يعني انت كمراه برجع وبقول لك الموضوع لازم يكون نابع من داخلك، انت تكوني ماخذه قرار انه انا لازم اوصل لاهدافي واكون انسانه ناجحه واكون مثل اعلى لاولادي كمان في الحياه صحيح. وكل يعني اهلي واصحابي يكونوا فخورين فيا وفخورين اني انا جزء من دائرتهم المجتمعيه. بالفعل اذا كانت الام مستنزفه والمراه العامله واللي هي ام في نفس الوقت مستنزفه رح يشعر الجميع بضعفها وبفراغها، وايضا هذا الامر ممكن يزيد اعبائها، ولكن بقول دائما لو نص ساعه في اليوم او ساعه فقط لنفسك حتى لو ما بدك تعملي اي شيء هو كفيل باعاده شحنك لتقدري تكملي بالعطاء. دائما احنا بنقول الام معطاء والمراه ايضا معطاء، ولكن اليوم اذا نرجع لبيئه العمل وبعض السيدات اللي ما بتقدر تفصل ما بين العمل والأسرة، اليوم هي تعود بأعباء العمل إلى المنزل وهذا الأمر اللي ربما يكون مضجر بالنسبة للزوج وأيضا الأطفال. شو هي نصيحتك للسيدات اللي عم يدفنوا نفسهم بأعمالهم خلينا نقول بمحاولة إثبات ذاتهم مهنيا على حساب تنشئة وتربية أطفالهم؟ هذا النوع من النساء يحتاج دعم وبطريقة فورية جدا. ليش؟ لأنه هذا الموضوع إذا استمر على المدى الطويل رح تخسر نفسها، رح تخسر علاقتها بشريك حياتها، ورح تخسر علاقتها بأولادها وبكافة الأطراف والأفراد اللي داخل حلقتها المجتمعية. فخلينا نبلش من البيت. هلأ أنت داخلة على البيت ومعك كل مهامك، إذا كنت مثلا بتشتغلي كمدرسة مثلا في مدرسة،
بتيجي هاي المرأة العاملة وبتجيب كل الـ 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 الشغل تبعها، وبتصير مثلا تصحح وات ايفر، يعني شيء خاص بالامتحانات وشيء واختبارات. فانت بهذا الوقت اللي المفروض تكوني مخصصاه لاسرتك عم تعمل الشيء اللي كنتي تعمليه الصبح، اللي هو خلص احنا لهون وخلصنا، فلازم نفصل. فاول دعم او اول حد يعطيها تنبيه على هذا الموضوع شريك حياتها اللي هو معها في داخل البيت، يحاول يسهل عليها هذه المهام. زي ما حكينا برضو تطرقنا للموضوع، لازم يكون في ترتيب أولويات، ولازم تتعلم على تنظيم وإدارة الوقت. الوقت لازم يكون صح. عندها السلاح الأهم exactly. دراية عالية كيف أدير وقتي، كيف أرتب أولوياتي، كيف أعطي الكواليتي تايم لأولادي. هلا أنا أولادي للأسف ما بشوفهم كل يوم، إذا أعطيهم أتليست يعني الوقت أقل شيء، أعطيكم وقت مخصص لإلكم بدون أي إزعاج من أي شخص آخر أو من أي حديث وحوار وتواصل فعال، الاستفسار عن حالتهم، شو عمل عن اليوم أوضاعهم. كيف كان يومه، شو عانى من شغلة، أنجز شغلة عشان أشجعه أنا كمان عليها. فكل ما تقعدي مع أولادك وتعطيهم هذا الوقت ولو قصير، والكل متفهم أنه هذا الوقت قصير ولكن له نفع على المدى الطويل. صحيح. فنرجع ونقول محتاجة هذه المرأة، هذا النوع من النساء فعلا بحتاج الدعم الفوري بالفعل، وكمان هي بحاجة أنها تكون حاضرة نفسيا مع أكيد. أطفالها، مش فقط جسديا طبعا. في المنزل، لأنه وجودها جسديا يعني أكيد ما رح تكون حاضرة نفسيا، وهذا الأمر أكيد رح يترك أثر وندبة في حياة أطفالها. ولكن اليوم نحكي عن يمكن هذه المعادلة الصعبة واللي صعب بالفعل تحقيقها، أنك تكوني متميزة في مجال عملك ومبدعة، وأيضا زوجة صالحة وأم رائعة ومتواجدة نفسيا على صعيد الصعيد النفسي لأطفالك. هي معادلة صعبة، وذكرنا أنه إحنا بحاجة الدعم من الأهل والزوج والأصدقاء. صحيح. وعدم الخجل من طلب المساعدة في حال احتجناها. ولكن اليوم اختيارنا لشريك الحياة هو أمر جداً مهم في تحقيق هذه المعادلة أو الموازنة في هذه المعادلة. صحيح. اليوم أنا كشخص عندي أحلام وعندي طموحات، طامحة لأني أكون أيضاً أم، قديه مهم أيضاً أختار شريك حياة عنده فكر لا يقمع الطموح، وأيضاً داعم ومساند للأحلام، وأيضاً يساهم ويشارك في التربية اللي في بعض الأحيان المجتمع يعتقد أنه هي مسؤولية الأم فقط. صحيح 100%. وعن جد يعني أنت تطرقتي لموضوع جداً جداً مهم وحساس بنفس الوقت. هلأ لما تيجي الست اللي عندها هدف بحياتها إنها تكون امرأة عاملة وعندي طموح وعندي أحلام، الوضوح من البداية يعني بيكون في اتفاق من الأول إنه أنا إنسانة عندي طموحاتي، بدي أحقق أحلامي، وبنفس الوقت أطمح إني أكون بشكل ما أم مثالية. بنرجع بنقول ما في حد مثالي بالأخير، فلازم تكون هي من البداية واضحة مع الشريك اللي راح تتزوجه أو اللي راح تشاركه حياتها إنه أنا في عندي في حياتي أمور أخرى. فطبعا اكيد الواحد بدك تكون مساندني، بدك تكون مساندني، بدك تكون معي، بدك تكون داعم لإلي نفسي وداعم لاولادنا عشان نحقق اهدافنا بانه ننشئ اسره سعيده وصالحه وصحيه، وبنفس الوقت يكون عندنا اضافه للمجتمع تبعنا. انا عم بضيف لمجتمعي، بدك تساعدني اضيف للمجتمع قيمه، وبنفس الوقت نضيف لأولادنا ويكونوا أولادنا فخورين فينا بنفس الوقت. عرفتي؟ إذا ما نحكي عن يمكن النصائح اللي ممكن تقدمها فاتن كلوب اليوم لكل امرأة عاملة وأم وزوجة في نفس الوقت، شو بتقولي للسيدات اليوم؟ هلا نصيحتي لكل السيدات، اهتمي بنفسك. شوفي إذا أنت نفسك ما كنتي بكامل صحتك الجسدية والعقلية مستحيل تقدري تعطي، لأنه زي ما حكينا المرأة بطبيعة الحال وبطبيعة الخلق البشري هي معطاءة، فلازم تكوني أنت جاهزة لهذا العطاء. صحيح. نفسياً وجسدياً بنفس الوقت. فاهتمي بنفسك، أعطي نفسك وقت خاص فيكي، أقعدي مع أولادك وأعطيهم الكواليتي تايم، وبنفس الوقت أطلبي الدعم والمساعدة في الوقت اللي بتكوني محتاجة فيه الدعم والمساعدة، وكوني صريحة جداً مع شريك حياتك بالأخير. ويمكن على رأسهم أيضا أنه ما تنسي نفسك في خضام هذا الصراع، أنت دائما الأهم في هذه الحلقة. ومثل ما ذكرنا، إذا كنت أنت سعيدة ومرتاحة أكيد راح يكون في أسرة سعيدة، وأيضا راح تكوني ناجحة في عملك.
بالفعل شكرا كثير لك، كنت معنا المديرة الإقليمية للموارد البشرية في الشرق الأوسط فاتن كلو، أهلا وسهلا فيك، شكرا لك على هذا الحضور الجميل وأيضا هذه المعلومات اللي بتمكن النساء بشكل عام. شكرا جزيلا لك، تسلمي، صباح الخير عليكم كلكم. يسعد صباحك حبيبتي. مشاهدينا مستمرين معكم بمشوارنا الصباحي، ولا زال عنا المزيد لنقدم لكم اياه، ولكن رح نتوقف لفاصل قصير ومن بعده راجعين. صلنا معكم مشاهدينا لاخر اخبار مواقع التواصل الاجتماعي واكثر الاخبار تداولا على صفحاتها، وفي اول خبر عندنا لليوم هو خبر محلي من دوله الامارات، حيث عمرو دياب في ابو ظبي الصيف كان حافلا في دوله الامارات العربيه المتحده بسلسله من الحفلات التي حققت نجاح جماهيري كبير على مستوى الحضور وايضا التنظيم. طبعا قدرت دوله الامارات انه تجمع اغلب نجوم الوطن العربي وتجذب جميع الاعمار لحضور هاي الحفلات من اصاله ورابح صقر ومحمد منير وماجد المهندس وكاظم الساهر وحتى وجز وغيرهم كثير من الفنانين وايضا المطربين. هذا الشيء المشترك بين الحفلات جميعها هو التجمع الجماهيري الكبير ونفاذ التذاكر قبل بوقت من الحفل. ايضا ابو ظبي على موعد ب 9 سبتمبر مع حفل هو الاكبر على المستوى الجماهيري لعمرو دياب باتحاد أرينا في جزيرة ياس، والتذاكر قد قدرت أنها بالفعل نفذت بالكامل، ومن المتوقع أن يصل عدد الحضور إلى 14,000 شخص. يوم ثلاث بنات ندهون عالبساط بساط يا ناس عجبون عدا وانبساط غدا وعزموني فتفتوا الفتافيت وفتنوا قدام مرايتها عادي بتتدلع براحتها بستناها وبستعجلها تضحكلي وابصلها تختار الوانها تسأل عن رأيي في فستانها طب هختار ازاي وجمالها بيحل الدنيا بحالها بحبه هعمل ايه ننتقل إلى خبرنا الثاني، حيث أنغام تخوض أخطر تجربة بعد حفل العالمين. في طبعا في العادة الفنان بس يخلص من حفلته بيرتاح بمكان معين أو حتى بيروح لبيته، بس أنغام كسرت التوقعات كلها وعملت شيء غريب جدا بعد حفلها في مدينة العالمين الشاطئية بمصر، وقررت أنغام تجرب القفز الحر المظلي، وشاركت أيضا متابعيها فيديو على إنستغرام بيوثق كل هذه اللحظات. بالفعل لحظات جميلة شاركتها معنا الفنانة أنغام بعد حفلها. ولكن ننتقل إلى خبرنا الثالث، وعدوا كبيرة بين النجوم في إلغاء حفلاتهم. طبعا كان الجمهور السوري على موعد بحفل ضخم للفنانة عبير نعمة بعد غياب 3 سنوات، وفعلا وصلت الفنانة عبير إلى دمشق وأيضا حضرت البروفة الخاصة بالحفل، ولكن قبل بيوم واحد نشرت فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي كانت تعتذر فيه من الجمهور وأيضا تعلن عن إلغاء الحفل بالكامل، وأيضا حملت الشركة المنظمة كامل المسؤولية. مرحبا، بعز علي كثير طلع عليكم بهالفيديو لأعلن انسحابي من حفل بكرة يلي كان مفروض يصير على مسرح دمر المكشوف بدمشق. الحفل يلي كنت ناطرته وناطرة قلتي بأهل سوريا من زمان، لسوء الحظ الانسحاب هو بسبب قلة تنظيم، الأقل ما يقال قلة تنظيم الشركة المنظمة
والخلل بكل العقود، يعني العقد بكل بنود العقد اللي صار بيني وبين الشركه. جربنا لاخر لحظه صدقوني، يعني حتى ما اخذلكم، الموضوع اخذ كثير من طاقتنا، وجربنا كثير كثير نحل الامور، بس الموضوع اقوى مني، وانا بدي اعتذر منكم كثير، على امل انه نلتقى ان الله راد قريبا بسوريا بحفل بليق فيكم. بالفعل مؤسف جدا أن تلغي الفنانة أو حتى الفنان حفله وتحميل أيضا الشركة المنظمة لكامل المسؤولية، ولكن هذا الأمر ليس فقط حصل مع الفنانة عبير نعمة، وإنما أيضا الأمر حدث مع الموسيقار المصري عمر خيرت، لكن عمر انسحب قبل الحفل بسبب سوء التنظيم. طبعا فيديو جميل للفنان عمر خيرت شاركنا معكم مشاهدينا من إكسبو دبي 2020، وأيضا تحدثنا في هذه الفقرة عن بعض الأحداث التي حصلت مع الفنانين، وأيضا انتشار عدوى إلغاء بعض من حفلاتهم. مشاهدينا مستمرين معكم بمشوارنا الصباحي، ولكن رح نتوقف لفاصل قصير ومن بعد راجعين. الفخار في الإمارات لها تاريخ طويل يمتد لقرون عدة، حيث تعتبر هذه الصناعة فنا تقليديا تراثيا يعتمد على استخدام الطين المحلي كمادة خام في صناعة الفخار، الذي يعكس التراث الثقافي الإماراتي الغني والمرتبط بالهوية الثقافية الإماراتية. ضيفتنا لليوم مبدعة في مجال الفن التشكيلي المبتكر، واستطاعت انها تطور هذه الصناعه لتصبح فنا حضاريا متنقلا من خلال ابتكار فكره استوديو الفخار المتنقل. خلونا نتعرف على المزيد على الفخار المتنقل او استوديو الفخار المتنقل مع ضيفتنا الاستاذه شذا الربيعي، مدربه الفن التشكيلي المبتكر. اهلا وسهلا فيكي وصباح الخير يا شذا. صباح الخير. بداية، شو بنقصد باستوديو الفخار المتنقل؟ لفتني جدا هذا الاستوديو المتنقل، شو بنقصد فيه؟ ويمكن من أين أتت فكرة استوديو الفخار المتنقل؟ شكرا للسؤال. استوديو الفخار المتنقل بدت كفكرة لما اكتشفت هذا الشغف عندي، ويبت كل الأدوات بس ما عندي ميزانية أن أفتح محل. أوه. فقلت خل أبدأ بفكرة إبداعية، أني أروح إمارات مختلفة، مدن مختلفة، وأحاول تسخير يمكن هذه الوسيلة، وأنك تخلي كل حدا محب للفخار وحابب يجرب يقدر يجرب. أيوة، نصير كافيات، الناس هناك تشوفنا، نصير أماكن مختلفة، فالناس حتى اللي ما راحت مكان محدد للفخار يمديها تشوف. حلو كتير. أيوة. إحنا عم نشوف قدامك بعض القطع الفخارية على لوحة مع ألوان، هل هذا هو استوديو الفخار المتنقل اللي عم تحكي عنه؟ نعم، هذا الاستوديو الفخار المتنقل هذا هو فن التشكيلي، اللي هو صناعة الفخار باليد، وبعد أحياناً أجيب العجلة، عجلة الفخار اللي نصنع فيها فخار. ماكينة. طيب شذا، بدي أسألك، إمتى يمكن بدأتي
بعالم الفخار. نحن اليوم كل شيء ببلش معنا من احنا صغار. أيوة. بتكوني انت فنانه عم ترسمي عم تشخبطي على حياتك، بعدين بتبلشي تكتشفي انه اهتمامك راح لمكان ثاني، هو رسم فن ولكن في امر معين بدا يجذبك اكثر من غيره. وعلى ما يبدو انه شذا اليوم حبه الفخار اكثر من الورق والالوان المعتاده. أيوة. متى كانت بدايتك ومين شجعك وكيف خطرت على بالك فكره الفخار وليه هالقد اعطيتيه هذا الاهتمام؟ بدايتي كانت بعد ما فقدت وظيفتي الأولى، فصار عندي وقت فراغ كبير. حسيت أن أنا إنسانة بدون هوايات، صرت أشوف أنه لازم أكتشف هوايتي، لازم أكتشف نفسي. جربت كثير أشياء لحتى أعرف؟ جربت الرسم، جربت الخياطة، الفخار، التزلج، بعدين اكتشفت الفخار. دربت في نادي القطارة للفنون في العين، صرت عندهم ورشات كم شهر، وبعدين اكتشفت فايدة هذا الشيء مو بس لتقضية الوقت بس للنفسية. في وايد دراسات أثبتت أن صناعة الفخار مريحة، تخفض التوتر. صحيح. يعني وفيها وايد فوائد، فأنا حبيت بعدين أنشر هذا الشيء للمجتمع. حبيت، شفت فايدته يعني. بالفعل فكرة استوديو الفخار المتنقل هي فكرة فريدة وجميلة من نوعها، ويمكن أشرتي في بداية الحديث أنه يمكن ما كان عندك البادجت الكافي لتفتحي محل ويزورون الناس لحتى يسمعوا الفخار، لهيك من هون كانت فكرة استوديو الفخار المتنقل. هذا أمر أنا بشجعك كثير عليه، وانا جدا فخوره بانه في امراه اماراتيه اليوم ايضا تحدت الظروف المتاحه وايضا قدرت تعمل الشيء اللي هي بتحبه. ولكن اليوم اذا بدنا نحكي عن صناعه الفخار، انت اليوم مش فقط تلوين الفخار وانما ايضا قلتي عندك العجله اللي بنصنع من خلالها الفخار. اليوم ايضا يمكن شو هي التفاصيل هذه استوديو الفخار، كيف تعرفي يمكن مين اللي بيحتاج انه يلون فقط ومين اللي بده يصنع الفخاره اللي بده يلون عليها فيما بعد؟ اوكي، انا احب اشجع الجميع انه يبدا بالتشكيل الا لو هم مو بحابين، بس انا عندي ان ايمان ان كل حد يقدر يشكل لو القطعه مو بوايد مثاليه، بس هذا فن خاص بالشخص، مو بلازم القطعه تكون ممكن صالحه للشرب 100%. ايوه، بس قطعه عاديه يشكلونها بالطين، اعلمهم في الورشه. هذه بعدها مو جامده القطعه؟ ايوه، هذه تعتبر طين، هني هذه تعتبر بعد ما تدخل الفرن تعتبر قطعة فخار، يتغير لونها، هو نفس الطين كان بس يتغير لونها بعد الفرن. وبعد ما نحط لها مادة شفافة تصير صالحة للأكل يصير اسمها قطعة خزف. خزف. أيوة. يعني طين فخار بعدين بعد التثبيت بتصير قطعة خزفية. أيوة. اليوم احكي لي عن أول تجربة لإلك، كيف كانت؟ أول تجربة كانت في وشو كانت؟ كوب، صحن؟ ايوه، كانت كوب في نادي القطار الفنون. صراحه وايد ساعدوني هناك، انه هو مركز حكومي ففي دعم، في دعم من ناحيه ان الاسعار هناك مناسبه، وايد يشجعون الناس انه يبدون. وبديت اشكل كوب، بديت بالتشكيل اليدوي لانه هو يعتبر اسهل، وبعد كم شهر بدينا بالتشكيل بالعجل اللي هو شوي يعتبر شوي صعب. أيوة. شوي. وهذه كانت بدايتي. جميل. طب انت اليوم حتى ونحن بالمقدمه واحنا بنعرف عنك شذا قلنا انك انت مدربه فن تشكيلي مبتكر. اليوم نحن كلنا بنعرف الفن التشكيلي ومدارسه المختلفه، ولكن اليوم عرفنا عنك بطريقه مختلفه، قلنا مدربه فن تشكيلي مبتكر. شو قصدك بالابتكار في عالم الفن التشكيلي؟ نحن بنعرف انه الابتكار في مجالات مختلفه، ولكن جميل جدا انه نربطها بمفهوم الفن التشكيلي. شو قصدك بالفن التشكيلي المبتكر؟ الابتكار عندي ان نحاول نسوي قطع بشكل جديد، احاول نسوي قطع مختلفة. يعني احنا متعودين على الفخار قبل نسوي مداخن، هالشيء حلو، حلو ان يكون عندنا جزء من التراث، من التراث. نحاول نسوي قطع مختلفة جديدة، احاول ان في الورشات اشرح طريقة الكوب. بس كل حد يسوي قطع مختلفة، في ناس تسوي صحن، في ناس تسوي اشياء انا استغرب منها، كل واحد بيبتكر. ايوه، فهذا الشيء وايد يعجبني. شو اكثر شيء بالورشات اللي قمتي فيها لفت انتباهك واعتبرتيها انها فكرة غريبة ونجحت مع الشخص اللي حاول يطبقها؟ احب اللي يسوون القاعده حق الشبوع، قاعده شموع، قواعد الشموع. ايوه، يسوون حيوانات، يشكلون ارانب، مشروم، فطر. فطر. ايوه. جميل. هل في اقبال كثير كبير على هاي الورشات؟ يعني انا يمكن حكينا شوي قبل ما نطلع لايف وكنا عم نحكي عن جمال هذه الهوايه، وانه
وأنا مهتمة جداً بهذا الأمر، وقلتي لي زوري ورشتنا، في ورشة بعد بكرة. أيوة. على الأغلب في إمارة الفجيرة. أيوة. عم نعمل لك طبعاً ترويج لهذه الاستوديو الفخار المتنقل، ولكن اليوم احكي لي عن الإقبال على هذه الورشات، وهل بالفعل في ناس مترددة بشكل دائم على الفخار؟ الحمد لله في إقبال. أحس بهالفترة الناس صارت تشوف أن الهواية والفن مو بس شيء جميل يكون في حياة الشخص، بل هو شيء مهم. والإقبال أكثر صراحة من فئة النساء. النساء هم عندهم حب للفن أكثر، يعني على السيدات دائما مبدعات ويميلون للفن. احنا حابين نشوف تطبيق عملي لاستديو الفخار المتنقل، كيف بتلوني على الفخار ومن خلال عملك وتلوينك وتزيينك لهذه القطعة؟ راح ندردش أكيد مع بعض. أوكي. أكيد. ابدأي وأنا راح أسألك أسئلة كتير يمكن فيها تفاصيل، لأنه دائما عندنا فضول تجاه الأمور اللي يمكن ما جربناها بحياتنا. شذا بدي أسألك، يمكن متى بتعرفي إنه القطعة خلاص صارت جاهزة للرسم؟ القطعة جاهزة للرسم، ممكن نرسم على هذه، هاي أقدر الحين ألون عليها. تقدري ترسمي عليها وهي بعضها طين؟ أيوة، بس بيكون شوي صعب، فأفضل أشتغل على قطعة الفخار لأنها تكون أقوى. يعني أقدر أمسكها براحة بدون ما أكسرها. اليوم صريحة أنا جربت أرسم، بس كان رسمت على خزف، وكان من الصعب جدا تثبيت الألوان على الخزف لأنه مطلي بمادة تعتبر نفس الزجاج. صحيح، مثل الزجاج، فمن الصعب تثبيت الألوان عليها. لكن اليوم بدي أسألك عن البروسيس من A to Z. أول شيء بيكون عندنا الطين اللي هي موجودة، القطعة الرمادية أمامنا. نعم. تعتبر سهلة أو صعبة في التشكيل؟ تعتبر سهلة. تقدرين تشكلين مثل الصلصال. أيوة. ولا أصعب شوي؟ نفس الصلصال صراحة. أنا جربته حسيته شوي أقسى. يمكن كانت تحتاجين شوي تضيفي له شوي ماء. أها. بس يمكن أطريها من خلال الماء. أيوة. بعد ما نصنع قطعة الطين نحتاج نخليها تنشف تماماً قبل ما ندخلها الفرن، لأن لو فيها أي رطوبة عادي تنفجر في الفرن. تنفجر بالفرن. أيوة. إذا كان فيها رطوبة. أيوة. طب شو هي المدة المتوقعة أو المفروض إنه إحنا نترك فيها القطعة قبل ما ندخلها للفرن لتفادي انفجار القطعة الفنية اللي اشتغلنا عليها؟ تقريباً نحطها أسبوعين، خاصة أسبوعين تنشف؟ أيوة. أسبوعين يا أيوة. خاصة قطع المبتدئين اللي تكون مثلاً في جوانب سميكة وأبعادها. أيوة. متباينة. أيوة. أيوة هذا صح. أيوة، فتحتاج وايد وقت، فدايماً أحب أخذ الحيطة والحذر وأن أخليها تنشف قبل ما أدخلها الفرن، أحسن عن تنكسر في الفرن وبعدين نحرج مع البنات. واي، أسبوعين يا شذا تقعد نستناها لحتى نخبزها بالفرن. أيوة. وبعدين لنبدأ نلون عليها، وأيضاً يمكن نحط لها الوجه الأخير. أيوة. شو الأشياء اللي منحب يمكن أغلب الصبايا بيحبوا يعملوا؟ قلتي لي يمكن حاملات الشمع، ولكن أيضاً شو إشي كمان كان تشالنجينج كتير بإحدى الورشات اللي عملتيها وتحدوا فيها المشتركات والمنتسبات نفسهم من خلال عملها؟ أنا أشوف كل حد يبدأ في صناعة الفخار كأول مرة إنه هو ياسي يتحدى نفسه. أيوة. بس صناعة الفخار صراحة تعلم الإنسان غير، يعني تخلي الإنسان هادي، وغيرنا تخليه هادي تعلم الصبر. صحيح. يعني دائما يوم يخلصون البنات قطعهم يقولون متى بنستلم هاتش، أقولهم بعد شهر. بعد هم يبونها بسرعة. هي بعضهم يقولون عبالي الحين بناخذها بالبيت. فلا، تعلم الإنسان الصبر هواية الفخار. حلو كتير. طب يمكن عم نحكي عن الفخار وعم نحكي عن يمكن الصبر والأشياء الجميلة اللي ممكن الواحد يتعلمها من خلال هذه الهواية، قلنا الصبر، قلنا الدقة كمان، ويمكن الإبداع والابتكار اللي جبنا سيرته قبل شوي. ولكن اليوم يمكن من وين بدأتي إنك تعملي الورشات؟ اليوم أنت فنانة، ولكن أغلب الفنانين بيكتفوا بالفن لنفسهم. ليش فكرتي إنك أنت تبدأي تنشري صراحة هذا الفن؟ شفت فائدة كبيرة علي، فائدة حتى من ناحية النفسية، لأن أنا طلعت من الدوام بعد ما تفنشت حسيت حزن، حسيت حياتي صارت فاضية، ما عندي أي شيء أسوي، يلسف في البيت طول الوقت. بعد ما جربت الفخار يعني شعور غريب، شعور بدأتي تنسجمي أكثر. حسيت إن الهواية شيء مهم لحياة كل إنسان. وصح في ناس يعني ما عندهم فن المادة، في هوايات مكلفة، في هوايات تأخذ وقت، بس اللي يقدر يكون عنده هواية أشوفها شيء ضروري بحياة الإنسان. صح. خلينا نرجع للفخار. أول شيء قلنا طين، ممكن نرخيه بشوية مي لحتى يسهل تشكيله، بعدين نتركها تجف لمدة أسبوعين. أيوة. الأمر صعب جداً.
انه أيوة. الواحد ينطري على عمل فني هو عمله لمده اسبوعين ومن بعد بيتم ادخاله لي الفرن. قد ايه بتاخذ وقت بالفرن؟ تاخذ في الفرن 12 تاخذ هي يوم كامل، هو 12 ساعه الفرن يوصل لحراره 1200 سلسيوس درجه سيليزيه، بعدين تقريبا ياخذ نص يوم لين ما يبرد ان انا اقدر امسكه. أوف. عملية مش سهلة يعني، غير أكيد. متوقعة أيوه. توقعنا أن الفخار طريقة تشكيله وإعداده أسهل من هيك بكثير، ولكن من الجميل أنه نعرف تفاصيل أكثر عن الموضوع. أيوه. هلأ بعد ما يبرد الفخار بنبدأ نرسم عليه مثل ما أنت شدة عم تعملي. أيوه. عم هاي دونت؟ أيوة تقريبا دونت؟ أيوة ولا شو تستخدم هاي الفخارة؟ هذه ممكن تكون قاعدة كوب، ياسا أسوي قاعدة كوب. حلو. ممكن بعدين أسوي فوقها كوب. جميل. أيوة. طيب وامتى بنبلش نعرف انه الصبغ جف على القطعه وصار فينا نقدر نحط الطبقه الاخيره اللي هي الطبقه اللامعه؟ أيوة. على وخلينا نشوف الصحن بعد اذنك. ايوه هذا ما اجمله، مكتوب عليه الفجيره. ايوه جميل جدا يعني. أيوة. رائع. ومن الجميل جدا كمان انه احنا عم نشوف هاي القطع فعليا حاليا بقطع الديكور. ايوه بالاول كنا نميل للزجاج اكثر، عم ترجع موضه الفخار في المنزل، عم نشوف اشكال متباينه غير متناظره ولا زالت جميله. عم تستخدمي هاي القطع كديكور في المنزل وعم تستخدمي هاي الاكواب والصحون في استخدامك اليومي؟ اكيد استخدمها. ما تخافي عليهم شذا؟ لا ما اخاف عليهم، لان يعني دائما احب اجدد في القطع دائما. صراحة من أول ما بديت الفخار وايد الهدايا اللي صرت أهديها للناس صارت قطع فخار، قطع يدوية، أحس وايد. وفي من بعد ناس يسوون ورشات يسوون هدايا للناس، ما يسوون قطع حقهم. أيوة فتيني واحدة من الأطفال تكتب هدية حق أمها، تسوي صحن حق أمها، هالشيء وايد يعجبني يوم أشوف الناس بدل ما تسوي قطع حق نفسها تسوي هدية حق شخص ثاني. كثير حلو هذا الموضوع. ولكن إذا بدي أسألك أنت شذا، أقرب قطعة فخار عملتيها، أقرب واحدة لنفسك واللي متنظري إليها بتتذكري مثلاً ذكريات معينة، أي قطعة؟ وصفي لنا إياها وحكي لنا قصتها. في قطعة صنعتها لأمي وكتبت فيها كلام عن الأم وأهديتها، وايد حبيتها القطعة. أمي من أكثر الداعمين لي صراحة، بعد ما خسرت وظيفتي دعمتني نفسياً مادياً معنوياً بكل النواحي، فحبيت أهديها لقطعة الفخار اللي كانت كوب أبيض وأصفر مكتوب عليه كلام عن الأم جميل، وللحين هي تستخدمها هاي القطعة. أيوة تستخدمها وحاطتها في غرفتها، فوايد حلوة الهدايا اللي تكون من الصناعة اليدوية. صحيح اليوم مميز جدا أنك أنت يكون عندك هدية مصنوعة ومصممة خصيصا لإلك، ما إلها شبيه في السوق. أيوة. وكمان شخص غالي على قلبك عمل هذه القطعة وتذكرك بقطعة، ولكن الأهم أنه نحافظ على هذه القطعة لأنه هاي قطعة فريدة لا تعوض. ولكن اليوم كمان شو بتقولي لأي صبية بتقولك اليوم أنا ما رح أجرب استوديو الفخار المتنقل لأنه أنا ما عندي مهارات في الرسم ولا عندي ميول في الفن؟ هل تعتقدي أنه كل شخص قادر على تكوين قطع الفخار هاي؟ أحس كل شخص صراحة قادر، كل شخص مفروض يجرب حتى لو في حياته مرة. دائماً الواحد مفروض يجرب أشياء جديدة، هوايات جديدة، حتى لو ما استمر بس الواحد يعطي نفسه فرصة، الحياة تجارب بالنهاية. وكلنا لعبنا بالصلصال وإحنا صغار. أيوة. كلنا قادرين على تشكيلها. أيوة. هل يمكن هذا السؤال اللي بدي أسألك يا شو هي أكثر الفئات العمرية المهتمة بصناعة الفخار وباستديو الفخار المتنقل اللي صممتي؟ تقريباً من 15 لين 25 هي الأعمار اللي أشوفها أكثر وقت. في أطفال؟ أكيد في أطفال ويون ويا أهلهم. يعزوا؟ لا تلاقيهم مندمجين جداً بالهد. مندمجين، هي أحياناً قطعهم شوي تكون غير متناظرة. أيوة وأحتاج أعدلها شوي، بس أستانس يوم يكون في أطفال. هل في تكنيكس معينة لحتى نقدر نحصل على شكل متباين؟ اليوم نحن في صناعة الشموع في قوالب، في صناعة الصابون أيضاً في قوالب، ولكن في صناعة الفخار هل أيضاً في مجال للقوالب ولا دائماً يتم تشكيلها يا أما عن طريق العجلة أيوة ولا الصناعة اليدوية القوالب أو فقط بالأصابع؟ في طريقة للقوالب لكن أنا شخصياً للحين ما استخدمتها. يستخدمونها أكثر في المصانع اللي يبون يكررون الشيء كم مرة، لكن الحين ما استخدم القوالب. أحب كل قطعة تكون مميزة. في بعض التقنيات نستخدمها مثلاً لتثبيت القطع، أن نخدش قبل ما نركب المقبض. في بعد تقنيات
إذا بدنا نضيف بعض الأحجار مثلاً على الهاي، كيف يتم تثبيتها؟ يتم تثبيتها بعد ما تخلص من الفرن، لأن لو دخلت الفرن بعض الأحجار تخترب. تخترب. أيوة. صح. فبعد بعد ما ندخلها الفرن ممكن نركب عليها أشياء. هل تعتبر هذه القطع سهلة الكسر؟ هي نفس الأكواب. بدها عناية خاصة؟ هي نفس الأكواب. نفس هذه. الأكواب. أيوة نفس الأكواب. العناية اللي تكون طبيعية يعني. ما ندخلها بالغالب ما أحب أدخلها لتغسل الصحون. أكيد. أيوة. غسالة الصحون. أيوة. إنما غسلها بشكل يدوي والعناية. أيوة. فيها بطريقة خاصة. أيوة. من الأفضل الاحتفاظ فيها كسيفونير من دون. أيوة. يمكن استخدامها، لأنه هي قطعة أكيد فريدة وعزيزة، خصوصا إذا أنت استهلكتي هذا الوقت في صنعها. أيوة. صراحة أنا جدا فخورة فيكي شذاب بهذه الفكرة الرائعة، قدرتي تعملي من الطين فكرة جميلة، قادرة خلينا نقول تسحب الضغط النفسي والطاقة السلبية، تعبي وقت الفراغ، وأيضا استغلال مهاراتنا وقدراتنا بفن مبتكر وأيضا جميل. شكرا كثير لإلك. كنت معنا شذى الربيعي، مدربة فن تشكيلي مبتكر. أكيد إذا سمح لي الوقت يوما ما أكيد رح أكون إحدى المنتسبين لهذه الورشات، وأكيد رح أصمم قطعة خاصة فيني وأهديها لشخص يعني لي. شكرا جدا لحضورك ولهذه الروح الجميلة وأيضا هذا الفن القديم. يا هلا فيك. شكرا. مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم من برنامج صباح الخير يا وطن، انتظرونا من الاثنين وحتى يوم الجمعة عبر شاشة تلفزيون الفجيرة مطلع الشمس، وجمعة مباركة.